yeah we like ممكن هو بتتكلم ولا لا لا انا مش بتكلم انا بكتب بس يبقى احنا هنا العنوان بتاعنا دلوقتي هاو تو كالكوليت انفلتريشن الهدف ايه الهدف ان انا اقدر احصل على الاكسس رينفول هيتوجراف من التوتال هيتوجراف بمعنى صح لو انا عندي هيتوجراف عامل كده مطر نازل على كاتشمنت نازل في انهي حته في الكاتشمنت احنا اتفقنا خلاص ان المطر بينزل يونيفورم على الكاتشمنت كلها الشكل ده عند أي بوينت في الكاتشمنت. بالشكل ده اختار أي بوينت في الكاتشمنت سواء المدخل المخرج أي نقطة على اليمين نقطة على الشمال نقطة أبر نقطة لور وات ايفر أي نقطة على الكاتشمنت المطر مع الزمن بينزل كده. عشان هو بينزل في أي نقطة زي بعضه إحنا بنسميه سبيشال يونيفورم على الكاتشمنت. رينفورم. إنتنستي مثلا أو بي أو أنا هنعرف الفرق بينهم دلوقتي. يبقى اليونتس بتاعتها مثلا ملليمتر بير اور الانفلتريشن كيرف بيبقى حاجه عامله كده هلاقي ان كل اللي تحت ده راح في الـ في السويل لان هو هنا لو بصيت هتلاقي الـ 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 الارض عندها قدره انها تشفط لغايه هنا لغايه القيمه دي لكن اللي نزل اقل منها فخلص اي حاجه بتنزل بتشرب لان الارض سفنجه هنا عامله عندها قدره تشرب كل ده لغايه الكيرف لكن اللي في الواقع نزل هو اللي تحت ده الارض تقدر تمتص لغايه هنا فالقدر قدرتها على الشفط اكتر من الميه اللي بتنزل عليها في اي حاجه بتنزل بتشرب وهنا نفس الكلام ابتداء من النقطه دي بيسموها البوندنج تايم ده التايم ده بيسموه البوندنج تايم المعلومات يعني بوندنج يعني الميه بتبوند على الارض بتظهر على الارض ابتداء من النقطه دي الميه الريت اللي المطر بينزل بيه اللي هو لغايه هنا اللي هو الريت ده اكبر من الريت بتاع الانفلتريشن اللي هو هنا يعني القيمه دي كلها ايه اكبر من القيمه دي كلها ايه ده الريت بتاع المطر اللي نازل وده الانفلتريشن فالمطر اعلى من الانفلتريشن فالمطر ظهر على وش الارض وابتدى كل اللي بيظهر ده احنا بقى بنسميه اكسس رينفول عايز احسبه اسمه الاكسس فول واتفقنا ان المعادله بتاعته سهله خالص لو انا قلت مثلا عايز اجيب الاكسس فول بي اكسس او اي اكسس اي اكسس هي عباره عن اي توتال ماينس اف دي مليمتر بير اور ودي مليمتر بير اور ودي مليمتر بير اور هسال بقى انا دلوقتي ايه دي نسميها ال اف سمول دي الفلتريشن ريت بالظبط كده هنسميها الانفلتريشن ريت يعني المعادله لوجيك خالص ما فيهاش اي حاجه بسيطه خالص يا شباب اطرح عن الانفلتريشن من المطر اللي نزل يدي لك المطر الاكسس الزياده الارض اكلت ده نقدر نقول ده كده اللي نزل من السماء. وده اللي الارض شربته يبقى ده المتبقي فوق الارض بنسميه الران اللي هيعمل ران اوف مش عايزين نكتب ران عشان نسميه اللي هيعمل ران اوف الجزء ده هو اللي هيعمل لي الران اوف عشان كده احنا كنا بنشتغل عليه على طول قبل كده وكنا بنرسم الهيتوجراف ونقول اكسس هيتوجراف على طول قلت لكم في اخر محاضره هعلمكم ازاي انا بقى بنجيبه ازاي بنجيب الاكسس هيتوجراف ده القيم بتاعته طيب طرق سابق احنا اتكلمنا على الانفلتريشن زمان وقلنا ليه الكيرف بتاع الانفلتريشن بياخد الشكل ده ولا ما اتكلمناش ها سالنا السؤال ده صح اه سألنا السؤال ده وقلنا عشان ان هو بيحصل في مرحلة ما مع الوقت بيحصل له ساتوريشن فمبيبقاش فيه انفلتريشن بيحصل تاني بالظبط كده طب ليه في الاول بيبقى اكبر؟ عشان التربة دراي خالص فعايزة اي مية بتشفطها على طول برضه هو صح كلامك صح بس ايه السبب اللي هي بقى هو هنا اكتر؟ الارض دراي الارض دراي فعلا بس السبب العلمي قلت لك ان الانفلتريشن اللي بيأثر عليه قوتين اللي بيعمل الانفلتريشن قوتين القوه الاولانيه اسمها السكشن هيد مش انا قلت الكلام ده؟ اه مظبوط سكشن هيد وجرافيتي هنا عند التايم ده انا عندي الاثنين شغالين سكشن هيد وجرافيتي بل بالعكس ده السكشن هيد هنا قوي جدا جدا لان الارض ناشفه السكشن هيد بيعتمد على كابيلاريتي طول ما الارض ناشفه الكابيلاريتي افكت فيها عالي تمام عشان كده بيبقى السكشن هيد هنا عالي قوي وعشان كده الفلتريشن بيبقى كبير قوي هنا في الاول، بعد كده السكشن هيد اول ما السويل تتشبع خلاص الفورس الوحيده الافكت عندي هي جرافيتي لتحت تحت درينج جرافيتي هي دي بقى اللي خلاص بتثبت هنا وبتفضل ماشيه بقيمه ثابته بقى الفلتريشن ريت. ماشي طيب لو انا اديتك كيرفين كده اهم قلت لك واحد في دول ساند وواحد في دول كلاي في واحد الاحمر والاسود في واحد منهم ساند وفي واحد منهم كلاي وحطينا واحد رمله اختاروا لا ايه السؤال الاحمر كلي تأكد يعني الاحمر نوعا ما... الاحمر كلي ولا السين... ولا الاحمر ساند لا الاحمر كلي ليه طيب عشان الكلي ما فراغات كتيره زي الساند وبالتالي لا انت فاهم هيك. غلط انت فاهم غلط انت انت فاهم غلط افتكر تانية مدني كده ارجع لمحاضرات تانية مدني اللي انا كنت بديها لك برضو كان في حاجه اسمها الفويد ريشيو البروستي ان البروستي ان البروستي بتاعت الكلي اعلى بكتير من الساند الكلي فيه فراغات كتيره قوي كتيره قوي عشان كده بيستخدموه في الزراعه ولكن الفراغات صغيره قوي ده ايه؟ الكلي الفراغات فيه رفيعه جدا لكن الفوليوم لما تجمعه كله على بعضه تلاقي الفراغات فيه اكتر بكتير من الساند الساند الفراغ الواحد كبير لكن التوتال فوليوم بتاع الفراغات اقل من الكلي عشان كده الكلي دايما البروستي بتاعته اعلى البروستي بتاعته اعلى ارجع كده لمحاضرات محاضرات تانية مدني جراوند ووتر هتلاقي كنت جايلكم في السلايد الثانيه ان دايما الكلي البروستي بتاعتي اعلى والساند البروستي بتاعته بروستي اللي هي الفوليوم اوف فويدز على التوتال فوليوم هي دي البروستي هي الفويدز بيسموها الفويدز ريشيو بروستي اللي هي الفوليوم اوف فويدز حجم الفراغات على حجم العينه كلي طب الساند اكبر في ايه؟ لا الساند اكبر في حاجه اسمها السبيسيفيك ييلد او بنسميه ايه؟ كميه الميه اللي بتنزل اندر جرافيتي في الساند اعلى منفس الساند ينفذ الميه اكتر ينفذ ما يحتفظش بيها ينفذها اكتر لكن ما يقدرش يحتفظ بيها عشان لو كده تفتكر حتى كان في دكتور يحيى بيديكوا في ثانيه مدني للفتره بين الريات وكنت بتلاقي التربه الطينيه تقدر تستنى عليها كتير على ما تروي لكن الرمل تلاقي الفتره بين الرايه والثانيه اربعة ايام ولا ثلاث ايام ما تقدرش تستنى كتير لان هو مصفى الميه بتجري على طول تحت انما الكلي بيحتفظ اكتر بالمايه مش كده وبس ده الكلي كمان نسبه الفراغات فيه عاليه جدا وحجمها صغير فبيحتفظ بكميه كتيره من الميه لوقت اكتر عشان كده حلوه قوي في الزراعه. التربه الطينيه حلوه جدا في الزراعه تحتفظ بالماء فتره طويله بس بس طبعا لازم تصرفها ما تحتفظش بيها الى الابد لازم يكون في صرف ليها. المهم بعد اللي إن انا قلته ده لسه عند رايك ولا هتغير كلامك؟ لا غير كلامي. تمام يبقى احنا دلوقتي نقدر نقول ان ده الساند ده الكلي. طب يعني معنى كده ان الستارتنج الفلتريشن ريت في الاول هنا خالص ده في في الكلي اكبر من الساند؟ اه اكبر من الساند لان الكلي فيه فراغات رفيعه كتير رفيعه فالكابيلاريتي افكت بتاعها عالي. ده حتى بيقول لك ايه حط لما تسيب الكلي ينشف خالص وتدي له ميه ده من كتر الكابيلاريتي افكت والسكشن هيد اللي فيه تسمع الكلي بيطلع اصوات طرقع بيبي عمال يطرقع وهو بيشرب الميه تسمع فرقعه من كتل قوه السكشن اللي في الاول نتيجه ان هو ناشف نتيجه الكابيلاريتي تسمع تسمع الطينه عماله تفرقع تسمع صوت فرقعه وهي بتشرب كتر قوتها الساند لا في الاول في الاول مش فارق كتير عن الاخر كله جرافيتي كله جرافيتي مصفى شغاله في الاول زي الاخر تقريبا مش فرق كتير في الاول يعني يمكن لو الساند لو ده غلط هتلاقي عامل كده او يعني رمله حرشه شويه هتلاقي الرمله الحرشه دي تعالى لها دون عامله كده تقريبا جرافل مثلا هتلاقي زي في الاول زي في الاخر اي مصفى شغاله على طول عماله تصفي الميه اتفقنا انتوا مالكم يا شباب نايمين ليه كده عشان السكشن اللي فات ده كله ده عشان السكشن بتاع الهيدروليكا لا احنا تمام والله تمام مفيش مشكله طيب الحمد لله طيب طرق بقى ناخد methods methods اوف estimating او calculating infiltration في سموها يسموها infiltration models models اللي بنشتغل بيها يعني المعادلات اللي مش equations او models او whatever في طريقه مشهوره قوي اسمها هورتون ميثود مسؤوليه ميثود الطريق. الطريقة دي سهلة ثاني واحدة يا شباب خليك معايا اه. عندنا في عندنا هورتن ميثود وفي عندنا SCS Loss اس Method ريت ميثود وفي عندنا مش عارف Green and امبت ميثود وعندنا طرق مش عارف ايه تاني وعندنا طريقه مشهوره قوي هنا اسمها Initial and Uniform انيشال اند uniform وعندنا هنا طريقه مش عارف آه الخمسه طريقه اسمها فاي اندكس اللي هي الفاي اندكس دي بتفترض فيها ان الانفلتريشن عباره عن قيمه ثابته كده في الاف مع التايم قيمه ثابته كده بيسموها الفاي والانيشال اند يونيفورم ده بتفترض ان الانفلتريشن عامل كده حته بوكس كبير كده الاول انيشال وبعد كده كونستنتريت يعني ده انيشال وبعد كده يونيفورم والطريقه بتاعت جرين الآن دي طريقه معقده قوي فيها خمسه سته بارامترز الطريقه بتاعت هورتون ميثود دي بتبقى شكلها عامل كده اهي بتقول لك ان الفلتريشن عند اي تايم هو عباره عن اف نوت ماينس يعني تعالى ناخدها تعالى ناخدها يلا نشرحها لك تعالى ناخدها بسرعه بس مش هي دي المطلوبه في الاساينمنت بس تعالى ناخدها ناخد مثالين ناخد هورتون ميثود الفورتو دي بتقول لك الكيرف عامل كده والانفلتريشن وبتقول لك الطريقه دي ان القيمه اللي في الاخر دي اسمها اف سي كونستنت والقيمة اللي عند تايم زيرو في الاول خالص دي اسمها اف نوت constant وعندي هنا اكسبوننت في الكيرف فتلاقي المعادله بتقول ان الاف عند اي تايم عند اي تايم تي هنا مثلا عند تايم تي في اف تي بتقول لك هنا ادي قيمه الاف تي اللي يعني عند النقطه دي يعني الاف عند اي قيمه عند عند, عند اي تايم اللي هي اف تي هي عباره عن اف نوت ماينس اف سي جوه قوس ده ثابت ثابت ناقص ثابت بثابت زائد لا سوري انا اسف هي عباره عن ايه عباره عن اف سي هي قيمة دي كانك بتقول القيمه دي كده اف سي مجموع عليها حته قيمه تانية هي دي يعني اف سي زائد الحته دي الحته دي بقى هي عباره عن ايه قوس اف نوت ناقص اف سي اللي هو يديني كل الطول ده من اول هنا لغايه هنا في الاكسبوننت بقى بيسموه الديكاي كوفيشنت كي تو ذا باور سوري في اي تو ذا باور اوف ماينس كي تي اوكي دي من اهي تعالى نصلحها تاني اهي هي عباره عن مضروبه في اي تو ذا باور اوف ماينس كي لو بصيت في المعادله دي وعايز ابدل الاف تي واسميها واي لو انا عايز ابدل الاف تي ده واسميها واي وعايز ابدل التي واسميها اكس احط الواي والاكس فين في المعادله الاصليه ها طب انا الـ هتبقى مكان الاف تي هتبقى على الشمال خالص بالظبط دي الواي صح فين بقى الاكس هنا لا ده ثابت. ما كانت تي فول اكسبونينشال. بس كده دي الاكس اهي. يبقى كل ده ثابت. وده ثابت، ثابت لنوع السويل طبعا لكل سويل وله ثوابت. المعادله في واي في اكس سهله خالص، المعادله واي في اكس، بس انت عشان تشتغل بالمعادله دي محتاج ثلاث ارقام، ثلاث ثوابت، بيسميها بارامترز. محتاج الاف نوت، ومحتاج الاف سي، ومحتاج الكي، لكل سويل. فبرضو هي طريقه حلوه طبعا ودقيقه جدا بس انت محتاج 3 ارقام فلازم تبقى عارف الثلاث ارقام طيب دي دي هورت ميثود طريقه لطيفه وموجوده في الـ موجوده في ام ماس في طريقه اللي هناخدها بقى النهارده ظريفه جدا اسمها الاس سي اس بلس ريت ميثود او انفلتريشن ميثود الطريقه دي الجميل فيها اهي الجميل فيها انها دقيقه بتدي شكل الكيرف مش زي الطرق الثانيه دي مثلا هنا ده كده بيقولك الكيرف كله كونستنت من اول للاخر طبعا مش منطقي وهنا يقولك ده كونستنت لغايه حته معينه وبعد كده يمشي كونستنت بقيمه تانية يعني بدل فاي واحده يبقى فاي واحد وفاي اثنين او انيشال ويونيفورم يعني دي فاي هنا يبقى دي فاي واحد هنا في الطريقه دي ودي فاي اثنين دي اللي هي الطريقه دي ودي اللي هي الطريقه دي تمام الجميل بقى في الإس سي إس كيرف ميثود دي إنها بتديك الشكل ده برده شكل الكيرف الطبيعي بتاع الإنفلتريشن ولكن هي دقيقة تمام دقيقة بتعطي الشكل الطبيعي لمنحني الإنفلتريشن الرشح يعني الإنفلتريشن ولكن ولكن دي حاجه حلوه مش حاجه مش حاجه وحشه فقط استخدام بارامتر واحد اونلي وان بارامتر مش ثلاثه هنا اللي فاتت دي 3 بارامترز ايه مشكله طب ما ايه يعني ما فيش مشاكل بس دايما مشكله الفري الكتر ما تكتر البارامترز بتحتار فيهم طب ما انت لو حطيت قيمه غلط لواحد فيهم هتبوظ الدنيا طب ما ممكن تبقى طريقه تانية حتى ولو ابسط شويه بس هو بارامتر واحد وانا متاكد من القيمه بتاعته للساند واللي مش عارف ايه وايه يبقى ابرك لي مليون مره من طريقه فيها خمسه بارامترز زي جرين and دي وطريقه دقيقه جدا اسمها جرين جرين and amped method. عجبني خطي. تعالى نمسح ده ونكتبها كده ايه؟ خلينا ناس منظمة. اهي. green and amped method خمسة parameters. Requires five parameters. دي خمسه بارامترز ريكوايرز فايف بارامترز دي وان بارامتر لكل سويل وان بارامتر دي تو بارامترز اللي هم الفاي واحد والفاي اثنين هورتون ميثود ثري بارامترز اللي هي الاف نوت والاف سي والكي اس سي اس روس ريت وان بارامتر بس بيطلع لك كيرف هي دي جمالها بقى كيرف بوان بارامتر مش بتطلع بوان بارامتر زي دي كده باي وكده وقيمه ثابته لا ده دي وان بارامتر بيطلع لك كيرف هتشوفها بقى دلوقتي ده الجميل فيها انها دقيقه وفي نفس الوقت مش محتاجه اكتر من وان من وان بارامتر الجميل فيها انها دقيقه بتعطي الشكل الطبيعي للمنحنى الفتريشن ولكن فقط باستخدام ولكن ولكن دي تفتكر ان فيها حاجه عيب ولكن الميزه انا عايز اقول كده الميزه انها تستخدم ولكن الميزه انها تستخدم فقط 1 بارامتر اوكي طيب الطريقه بتقول ايه؟ بتقول لك عشان تشتغل بيها بتحسب الاول خالص حاجه اسمها اس اسمها بالملي اليونتس بتاعته بالملي بيسموها soil بوتنشال الاس ده ليه معادله انا مديها لك في الاساينمنت اهي بتقول ده في الاس اي سيستم في البريتش سيستم ليها معادله ثانيه هي نفس المعادله بس الرقم الرقم ده والرقم ده بيختلف 254 0 0 على كيرف نمبر ما تروح منها 254 اهي 254 0 0 على كيرف نمبر ما تروح منها 254 تطلع لك بالمليمتر الوحدات دي تطلعها لك بالمليمتر على طول طيب يبقى أول حاجة this get find the value the CN value بيسموه curve number value يبقى دي أول خطوة أهي منين تيبلز هنتكلم عليها دلوقتي curve number tables أنا هقول لك على أرقام أساسية بي. أساسية لو أنت عندك مثلا روك اللي هي بازلت أو مش عارف بازلت أو جرانيت أو كده الكيرف نمبر بيتراوح من 80 ل 85 لو أنت عندك نزلت شوية في لايم ستون أو ساند ستون بتبقى من 75 ل 80 لو نزلت أقل كده في نوع تاني من الـ من الكلي اللي هو والساند واللي مع بعض بيبقى برده من 70 ل 5 نوع من منفس شويه من اللايم ستون يبقى من, من 70 ل 75 لو ساند لو لو قاع لو بيسموه الوادي لو الالوفيال بيسموه الوفيال ممكن تنزل من 68 و67 بس مش اقل من كده بقى فانت الارقام بتتراوح من بس من 65 ل 85 لو عندك ازاز ازاز مش اسفلت ازاز يعني الازاز فيه انفلتريشن عالي ولا قليل؟ بنسميه معدوم معدوم حلو لو عندك ازاز الكيرف نمبر ب 100 تستنتج ايه بقى دلوقتي؟ تستنتج ان كل ما الانفلتريشن يزيد الكيرف نمبر يحصل له ايه رقمه؟ يقل يقل يعني سويل الكيرف نمبر بتاعها ب 60 وسويل الكيرف نمبر بتاعها ب 80 مين فيها انفلتريشن شديد قوي عن يعني الثانيه؟ 60 اللي ال 60 دي الانفلتريشن فيها فعلا الرشح فيها عالي قوي السويل اللي الكيرف نمبر بتاعها عالي بقى بحاجه و80 دي بقى صخر مثلا الانفلتريشن فيه قليل طيب فكروني اديكم الاربع خمس قيم اللي انا قلتهم دول يبقى دي الاس الخطوه الاولانيه هتجيب الـ curve number الخطوة الكيرف نمبر بعد كده الخطوه الثانيه تحط الكيرف نمبر في المعادله دي هتجيب حاجه اسمها الاس الخطوه الثالثه هتحسب حاجه اسمها انيشال ابستراكشن في ابحاث كتيره قوي اشتغلوا على الموضوع ده هو دايما بيبقى في الحدود دي 0.2 اس تمام الخطوة الرابعة هتطبق بقى في المعادلة اللي هي دي اهي هتقول ان البي هي عبارة عن بي البي, البي اكسس اي يعني اكسس هي عبارة عن البي توتال تي اللي هي توتال ماينس الاي اي اللي انا لسه جايبه من شوية على البي توتال ماينس الاي اي بلس الاس والاس انت جايبها اهي والاي اي انت جايبها اهي انا ب... انا بعلمك الطريقة الاول انا بعلمك الطريقة طب ما ايه انت حاطط لي هنا كونديشن كده اف واف تعال نفهم الكونديشن ده لو بي اي هي الاكسس ممكن يبقى بصفر؟ اه طبعا امتى الاكسس يبقى بصفر؟ ها؟ هداوم عليها اهو لما يكون على طول بادئ من الاول من اول الاكس اكسس على طول يعني لما ايه؟ لما يكون بادي من الإكس بتساوي زيرو يعني اللي هي لما أكون أنا المطر اللي نزل لي ستيل أقل من الانيشيال ابستراكشن بتاع السويل الانيشيال ابستراكشن بيسموه اللي هي الكمية الكبيرة اللي السويل بتاخدها في الأول عشان السويل الأول بتبقى ناشفة عشان السويل ناشفة فالمطر اللي بينزل كله بيتشفط فطول ما كمية المطر الكلية اللي نزلت من من أول التايم هي اقل من قدره السويل الانيشال في الاول الانيشال على انها تمتص يبقى اكيد مفيش اكسس لان كل اللي بينزل بيتشفط يبقى الاكسس بصفر لان اي بي لو بصيت بي يعني بمعنى ايه بص بمعنى ايه على هنا كده اهي المعادله دي طب ايه رايك لو الاي اي -E ده وانت بتحسبه طلع لك نيجاتيف معناه ايه يعني <applause> معناه ان يعني ما فيش في حاجه عكس الانفستريشن حصل معناها ان ما فيش مفي معناها انه زيرو مش بنيجاتيف معناها ان ستيل ان المطر اللي بينزل التوتال اقل من الانفلتريشن من قدره السويل عشان كده الاف دي اكبر من ده فاذا ما فيش اكسس ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف طبعا هي في حاجه اسمها ان هنا قدره السوق اكبر من المطر اللي نازله اللي نازل فخلاص ما فيش اكسس الاكسس بصفر طول ما الرقم ده نيجاتيف طول ما حصل الطرح ده نيجاتيف الاكسس بصفر اول ما الاي ده اهي ده هي. تبقى اكبر من الاف يظهر عندي اكسس طول ما الاي دي اقل من الاف الاكسس بصفر صح صح؟ اه تمام يا دكتور اه مظبوط طيب يبقى هاجي هنزل هنزل بقى انتم او انتوا واحد بس اللي بيرد على ما تردوا عليا يا جماعه خليكم معايا كده ده هي انا مش هطول عليكم النهارده محاضره بسيطه ان شاء الله طيب يبقى هنا هرجع تاني كده اهو عشان كده هنا انا قلت لك طول ما المطر التوتال البي تي ده يا شباب هو اللي في هو اللي في الجدول ده ده المطر التوتال اللي نزل طول ما المطر التوتال دون من اول الزمن يعني لو نزل لي لغايه دلوقتي 10 مللي والانيشال ابستراكشن ب 15 مللي طب ما انت لسه ما شبعتش التربه يعني لسه ما اديتش التربه الانيشال ابستراكشن الشديد اللي في الاول حسب الطريقه دي يعني فانت المطر اللي جالك 12 والانيشال ابستراكشن 15 فلسه لغايه دلوقتي ال 12 اتشفطوا كلهم تحت لسه فما فيش ما فيش اكسس لكن اول ما الاقي بقى المطر دون 20 مللي نزلوا من اول الزمن لغايه دلوقتي والانيشيال ابستراكشن 15 اه يبقى في 5 مللي زياده ال 5 مللي دول اهو بحسبهم كده بقى من ده من المعادله دي عشان كده هنا في كونديشن بيتحط في كونديشن بيتحط حد عنده سؤال في دي لان هو ده اساس الطريقه دي اساس الطريقه ماشي يا شباب طيب نكتب الكلام ده هنحسب بقى هنا البي اكس اس هي عباره عن يا اما زيرو يا اما انها بتساوي البي توتال ماينس الانيشال ابستراكشن سكوير ما تنساش مقسومه على البي توتال ماينس الانيشال ابستراكشن زائد الاس دي مش سكوير اهي لا ناقص زائد الاس ما اه مظبوط كده ناقص زائد الاس ما كده اهي ناقص زائد الاس صح طيب امتى تبقى صفر لو البي توتال اللي عندك ده اهي اقل من الانيشال ابستراكشن بص هنا كده بي توتال اقل من الانيشال ابستراكشن هتلاقي الرقم ده نيجاتيف هتلاقي الرقم ده نيجاتيف فهو خلاص ما لهاش معنى فلو البي توتال اقل من انيشال ابستراكشن يبقى الاكسس بصفر لو البي توتال اقل من او يساوي كمان لو البي توتال اكبر من الانيشال ابستراكشن نحسب بقى بالمعادله دي نقدر نعرف الاكسس نقدر نعرف الاكسس طيب عايزين هنا ات نكتب ات افري تايم ستيب خد بالك ان البي اللي في المعادله دي اكوموليتيف ودي اكيميليتيف طيب تعالوا بقى هنا ايه ناخد المثال نحله بسرعه اهو نشوف هيتحل ازاي ونقفل على كده مش هطول عليكم النهارده مثال سهل, سهل خالص اهو يا دكتور براحتك ان شاء الله خالص اهو ده جه ده, جيه. ده جيه. طب ننقله بقى أرقام، ننقله بأرقام عندي صفر وعشرة دقيقة وعشرين دقيقة وتلاتين دقيقة وأربعين دقيقة ده المطر اللي نزل بقى اللي نزل في أول هنا صفر ماشي في أول عشر دقائق نزل لي ست في تاني عشر دقائق نزل لي ستاشر ده انكرمنتال أنا حتى مكتوب عليه فهو انكرمنتال يعني في كل عشر دقائق مش التوتال اللي جالي من أول الزمن مش أكيميليتيف تمام وبعد كده سبعة زيرو ده تي وده البي بس مش هسميه بي هسميه بي سمول المغرب كسبت ولا ايه سامع على بره كده اه يا دكتور كسبوا طب يلا الف مبروك الف مبروك اهو وتعالوا بقى هنا بي سمول اللي هو incremental ده incremental طيب انا انا عشان اشتغل بالطريقه دي لازم اجيب اكيميوليتيف بي اكيميوليتيف بي كابيتال اكيميوليتيف او تعالى نسمي ده دلتا بي اللي احنا بنرسمه اللي هو الايه الهيتوجراف العادي اللي احنا عارفينه ده الهيتوجراف انما ده بقى اكيوميليتيف هيتوجراف الفرق بينهم في الرسم بيختلف كتير قوي الاكيوميليتيف ده بيعلى بيعلى مش يعلى وينزل لا يمكن ينزل الاكيوميليتيف ده ممكن يعلى ويمشي افقي لكن عمره ما ينزل عمره ما ينزل حتى لو المطر خلص عمره ما هينزل يعني دايما في اي في كيرف هتلاقيه شكله عامل كده اي اكيوميليتيف ده كده انكريمنتال اللي هو الهيتوجراف العادي لو حد قال لك هيتوجراف وسكت ده الانكريمنتال العادي اهو انما لو قال لك اكيوميليتيف هيتوجراف بتلاقي الاكيوميليتيف هيتوجراف عامل كده يمشي ثابت بقى ياخد بقى شكل كده ممكن ياخد الشكل ده كده وكده حسب لان في النص بيبقى عندك ال... 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 الريت عالي قوي اللي هي البيك دي فبتعليه مره واحده لفوق كده وبعد كده يمشي افق فعادة شكله فعلا ان هو لو شكل لو واخد الشكل ده اللي فوق ده اللي فيه بيك في النص هتلاقي ان هو شكل الاكيوموليتيف هيتوجراف بيمشي كده وبعد كده يجي يعلى مره واحده قوي نتيجه البيك اللي في النص دي وبعد كده ايه يمشي هوريزونتال خلاص ده توتال بقى بي اللي هو الايه اكيوموليتيف ده الانكريمنتال لو انا قلت لك هيتوجراف وسكت يبقى انكريمنتال عشان يبقى عشان يبقى, عشان يبقى... لازم اقول اكيوموليتيف هيتوجراف طيب نيجي بقى للمساله بتاعتنا اهو نحسب الاكيوميليتيف عشان يعني يكون اكيوميليتيف يبقى هنا صفر وصفر حلو انا هزاهم كده عشان نشوف مع بعض كنا عايزين ارقام اكتر من كده شويه طيب عموما اهو طيب نيجي هنا بقى هقول ان دي هي عباره ايكوال ايكوال ساين بتديك معادله وهكليك على دي واقول بلس بلس فوق اهي بص المعادله بتتكتب فوق اهي بلس دي هكليك عليها يبقى انا اختار دي بلس الجديد بلس الجديد اللي قال اللي جالي اهي فوق المعادله اهي اف 9 ادي اف ادي عمود اف وادي سيل 9 ادي سطر 9 رو 9 مع عمود 9 السيل بتتحدد بريفرنس اللي هو اف 9 اف عمود ولاين و... 9 يبقى اف 9 هي السيل دي اي 10 اللي هي السيل دي مجرد كليك انت اعمل كليك عليها وهو هيعرفها على طول انتر حلو هسحب لتحت هعمل دراج عشان المعادله تتطبق على اللي تحت بص كده خلاص هو وصل ل 29 هنا ثابت بقى لان هنا جاله صفر فخلاص بقى هيفضل 29 الى الابد عشان كده بقول لك إن لو انت شغال على الاكسل ست ست قيم زي 1000 قيمه مش فارقه ما انا بعمل دراج انا بشد كده بس خلاص شد كده بقى لغايه هنا شد لغايه تحت شد لغايه 1000 تحت هنا مش فارقه معايا خلاص ما حسابات واحده في الاخر عشان كده مش فارق معايا بس انا مديها صغيره عشان تبقى شبه اللي بجيبها في الامتحان تمام خلي ده في السنتر كده حلو يبقى انا جبت البي توتال دلوقتي ده البي توتال طيب نشوف بقى المساله بتقول ايه بتقول لي كيرف نمبر بكام اوتر شيد هذا كيرف نمبر ب 92 و, و... و... ورين فول حصل زي ما في الايه جيفن في الهيتوجراف بسايد اللي هو الانكريمنت ده ديتيرمين ذا دي اكسس رين فول هيتوجراف يوزنج ذا اس سي اس لوس ريت ميثود طيب تعالى هنا كده يبقى ده البي تعالى احنا جبنا الكيرف نمبر بكام سي ان هو اداهولنا بكام 92 صح ولا انا غلطان؟ 92 ولا ارجع ابص عليها؟ لا 92 92 مظبوط تمام طيب نجيب الاي اي هي عباره عن بتساوي نجيب الاس الاول سوري نجيب الاس الاس كانت في المعادله بتقول انها بتساوي لازم عشان يعرف انها معادله تكتب له يساوي زي ما انا كاتب فوق اهو بص اهو انا بكليك هنا واكتب او اكليك هنا واكتب براحتك الاثنين واحد انا هكتب فوق هنا اهو بتساوي انا فاكر كان بيقول 254 صفر صفر مقسومه على الكيرف نمبر ادي الكيرف نمبر فوق اهو وكل القوس ده بعد كده مطروح منه 254 254 صفرين ولا 254 ثلاث اصفار لا صفرين بس اهو طيب يبقى انا كده جبت الاس ال طب هجيب الاي ايه الاي ايه كانت بتساوي 0.2 الاس انت طبعا مش فاهم الطريقه هي الطريقه لحد ما فهمها صعب بس خلينا نطبقها الاول ونحاول نفهمها بعد كده يبقى ده الاي اي طيب ده الانيشال ابستراكشن طيب ده البي توتال المعادله بقى اللي بتقول لي ان البي اكس اس البي اكس بتقول لي ايه بقى بتقول لي هي بقى التركه هنا التركه هنا طول ما البي اكس اقل من الاي اي يبقى البي اكسس هيبقى بصفر اول سوري طول طول ما طول ما المطر اللي نازل ده اقل من الاي اي انا عايز اغير ارقام شويه يا جماعه معلش فانا هغير خلينا نكبر كده نكبر المعادله المساله بتاعتنا شويه 0 10 20 30 أربعة اصل المساله كده سهله قوي هطبق على طول انا عايز اصعبها شويه ف... فخلينا نعملها مرتين مثلا ناخد هنا كده اهي ونعمل هنا كده تاني أهي، طيب بس هغير الأرقام هنا، زيرو عشرة عشرين تلاتين، وإيه همد ده مثلا أخليه لغاية مثلا إيه أي حاجة مية وعشرة دقيقة، وهنا هحط الأرقام مثلا صفر، واحد، اتنين، آه، واحد تاني، سبعة، عشرة، خمستاشر، ستة، أربعة، 2 2 صفر ده الهيتوغراف ده كده الهيتوجراف تعالى نرسمه اهو هسلكت ده وهعمل انسيرت انا بعلمكم اهو الاكسل هختار هختار ال... النوع ده تاني عشان ترسم سلكت الداتا اللي انت عايز ترسمها جميل ودوس انسيرت فوق لو انت في الهوم هنا وعملت سلكت دوت كليك على انسيرت واختار نوع التشارت اللي انت عايز ترسمها دي سكاتر ولا ولا بار تشارت فانا ممكن اعملها بار شورت كده اهي وفي سيريس دي انا مش عايزها اشيلها يبقى ده الهيتوجراف ده الهيتوجراف اللي هو الانكريمنتال اللي هو الدلتا بي المطر اللي بينزل كل عشر دقائق طيب امسحه امسح ده بنرسمه بعدين ده الاكيوميليتف فانا هنا ايه الاكيوميليتف اهو هو عباره عن ده زائد ده حلو هسحب لتحت يبقى الستورم دي جابت 50 مللي اهي توتال وخلاص وهيصلح تثبت على كده لان خلاص ما فيش مطر جديد جه طيب البي اكسس بقى هي دي بقى التركة اللي انا عايز اصعبها شويه هناك كنت اتعوض في المعادله مباشره لان كانت السته على طول اكبر المطر اكبر من الانيشال ابستراكشن فخلاص من اول هنا يحصل لي اكسس فالمساله مش هيبقى فيها تريكه المساله دي ما فيهاش تريكه انا عايز مره تبقى اقل ومره تبقى اكتر زي هنا مثلا هنا واحد البي توتال البي تي ده اهي توتال اللي هي اكيوميليتيف يعني اكيوميليتيف البي اكيوميليتيف هنا هنا بواحد طب ما الانيشال ابستراكشن باربعه الله يعني المطر اللي نزل واحد والابستراكشن اربعه يبقى الاكسس بصفر الاكسس بصفر طب المطر ثلاثة. والانيشال ابستراكشن اربعه يبقى المطر بصفر يبقى الاكسس بصفر طب المطر اللي نزل هنا اربعه توتال من اول الزمن لغايه دلوقتي اربعه ملي اهم واحد نزل واحد ونزل 2 يبقوا 3 ونزل واحد يبقى اربعه صح اهي طب والانيشال ابستراكشن بكام؟ الانيشال ابستراكشن ب 4.4 يبقى برضه ستيل احنا بصفر. طب هنا 11 لا خلاص عدينا الاربعه. عدينا الاربعه. طب الاكسس بكام؟ 11 ناقص 4.4 لا. الاكسس مش 11 ناقص 4.4 لسبب لان في برضه لوسز بتحصل. في 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 انفلتريشن بيحصل في نفس الوقت يعني في انيشال ابستراكشن وفي continuous ابستراكشن في continuous انفلتريشن فما اقدرش اقول ان الاكسس هو 11 ماينس 4 لان 4 دي مش الانفلتريشن ده دي الانيشال ابستراكشن فانا عايز اجيب الانفلتريشن نفسه الطريقه دي بقى بتجيب لك الاكسس مباشره مش الانفلتريشن بتجيب لك الاكسس مباشره انك هتعوض في المعادله دي خلاص احنا عدينا بقى هنعوض بقى ما عادتش صفر هنعوض بقى هنا هنعوض في الجزء اللي تحت ده اهي يبقى اقول هنا عباره عن تساوي افتح قوس ب ناقص اي 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 إيه فوق اهي بس خد بالك من حاجه ما تسيبهاش كده لانك لو سبتها كده وجيت تعمل شد دراج لتحت هيطبق على السيلز اللي تحتها فانا عايز اثبت السيل دي انا عايز الريفرنس ليها يبقى ابسوليوت ريفرنس ما يتغيرش ان انا لو سبتها كده يعني بص تعال نكمل اهو تعال نكمل ده ادي قوس اللي هو البسط اللي فوق سكوير مقسوم على افتح قوس واقفله اللي هو المقام ونط جوه القوس اهو نطيت جوه القوس هكتب بقى المعادله بي اهي كليك عليها ناقص اي ايه تعالى يعني نروح آي, اي اهي زائد اس هي دي ده كده المقام انتر خلاص اهي يبقى الاكسس انا عندي المطر هنا 11 مللي نزلوا من اول الزمن لغايه دلوقتي اتشال منهم 4.3 او سوري 4.4 4.4 انيشال ابستراكشن واتشال منهم جزء تاني اتبقى لي فقط 1.5 مللي اكسس الجزء التاني ده ده غير الانيشال ابستراكشن ده بقى كونتينوس ابستراكشن وانت ماشي زي زي الانيشال ابستراكشن واليونيفورم ابستراكشن بعد كده ده كونتينوس بس مش يونيفورم هتشوف دلوقتي طيب يبقى ده كده ايه الاكسس تعال بقى نعمل دراج ده اللي كنت بقول لك عليه هيديني ايرور بص هيديني ايه الهبل إيه ده 17 و42 و36 وفاليو ايرور وحاجات كده ليه لانك لو عملت كليك هنا بص هو مستخدم كليك هنا مثلا على السيل دي هو مستخدم السيل دي صح اللي هي البي توتال وراح بقى يجيب الاي اي والاس استخدم التو سيلز دول لانه بيدراج لتحت فبيدراج بينزل لتحت هنا وهنا وهنا وبينزل وراه فعشان كده ده المشكله هو انت بتدراج هو بيطبق نفس المعادله في النازل يختار السل دي في وبعد كده وانت بتعمل دراج يختار اللي تحتها واللي تحتها واللي فعشان كده هو نازل فانا عشان كده مش عايز كده انا عايز ارجع تاني للمعادله بتاعتي دي بس انا عايز اثبت السل دي اديها Absolute ريفرنس اعرف مني بقى Absolute ريفرنس عشان تثبت سل بتحط لها دولار ساين دولار ساين قبل العمود وقبل الرو لو حطيت قبل العمود بس يبقى انت ثبت العمود. لو حطيت قبل الرو بس يبقى انت ثبت الرو، لو حطيت قبل الاثنين دولار ساين ودولار ساين يبقى انت ثبتت السل بتاعتك، خلاص مهما هتعمل دراج هيفهم ان السل دي ثابت مش ه... مش هيغيرها. نفس الكلام هنا اهي الاي اي والاس اهي. تعالى بقى نعمل دراج. حلو قوي اهو. ده الاكسس ده من اول برضو. ده اكيوميليتيف برضه، اوعى تفتكر ده انكرمنتال، ده برضه اكيوميليتيف. طب انا عايز اجيب الاكسس انكرمنتال اللي هو الهيتوجرافي العادي اللي احنا عارفينه. طب سهله بسيطه خالص، تعال نجيب بي اي انكرمنتال. هو عباره عن ده هيساوي ده ناقص ده. واللي تحته ده ناقص ده، واللي تحته ده ناقص ده، يعني شد تحت سوري اهي نظر بقى نظر اهو uh -huh. يبقى ده الانكريمنتال حلو قوي حلو قوي الكلام ده طب انا عايز ارسم تعالى نرسم ده ده. ونتفرج عليه انسرت شارت. ما تيجي نرسمه كيرف كده على طول سكاتر من سكاتر ده ونرسمه كيرف كده ونتفرج عليه خلاص بدل ما نرسم بار شارت نرسمه كيرف مفيش مانع يعني اهو كيرف يبقى الاكسس هيتوجراف اهو عايزه بار تشارت كليك على التشارت وغير نوع التشارت بتاعتك اهي اختار دي مثلا اهو يبقى ده الاكسس ده الاكسس طب تعالى نرسم التوتال والاكسس هختار ده وده وده وارسمهم نمسح ده اهو البرتقاني هو التوتال والرمادي هو الاكسس طب والفرق بينهم اللي هو الاكيميليتي هو الايه اللي كان ال لا لا خلاص يعني ده توتال وده اكسس الفرق بينهم ايه لا الاكيميليتي في اللي ايه ال في اللي عندي الايه القيمه البي الاكيموليتيف اللي عندي ده لا انا مديك ده كده بقول لك اكسس وده ده اكسس وده توتال الفرق بينه المعادله بتقول ايه الكونسبت بيقول ايه لوجيك الفرق ما بين التوتال والاكسس ايه هو الانفلتريشن ايوه الانفلتريشن ما هو فرق بهم. ما هو احنا بنقول ايه بالصبح يا جماعه التوتال ناقص الانفلتريشن يساوي الاكسس او التوتال ناقص الاكسس ما هو الانفلتريشن الاكسس والانفلتريشن يتجمعوا يدوني التوتال الاكسس والانفلتريشن يتجمعوا يدوني التوتال افهمها بطريقه ثانيه التوتال يتكسر حتتين حته في السويل وحته فوق الارض اللي فوق الارض يجري يعمل ران اوف اللي في السويل ده انفلتريشن يبقى التوتال بيتقسم حتتين انفلتريشن وران اوف لو الانفلتريشن خد التوتال كله بقى الاكسس بصفر لو الانفلتريشن شفط التوتال كله بقى الاكسس بصفر طب لو الانفلتريشن شفط حته من التوتال طب الحته الثانيه بقت اكسس انا مش عارف يعني ده الموضوع فيري سمبل فيري سمبل A زائد B بتساوي C الكونسبت بيقول كده اهو ارجع لها تاني انتوا مالكم يا جماعه صحصحوا معايا كده شويه عشان نخلص اهو اهو أهي 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 دي مش ناقص ولا حاجة ده أنا كنت بشاور عليها دي مش مش ناقص أنا كنت بشاور عليها بلاش نكتبها كده تعال نكتبها كده نكتبها كده أهي نكتبها أهي نكتبها كده أهو التوتال بي يساوي infiltration plus excess لو السويل الانفلتريشن شطت كل اللي نزل ده يبقى بصفر طب لو اللي نزل اكتر من الانفلتريشن يبقى ده ليه قيمه احفظها كده ده كونسبت ده ده لوجيك المطر التوتال اللي نز... بغض النظر بقى انكريمنتال مش انكريمنتال ده كونسبت انا بحط لك كونسبت بغض النظر الكونسبت ده فالد في اي حاجه خلاص بقى كميه الماء اللي بتنزل جزء منها بيروح في السويل وجزء منها بيتبقى فوق الارض لو اللي في السويل خد الميه اللي نازله كلها يبقى اللي فوق الارض بصفر اهو اقولها تالت ولا ايه؟ لا لا تمام خلاص بقيه الناس بقيه الشباب اللي في حد حاضر انا ما باخدش غياب فانتوا اكيد حاضرين عشان تفهموا لا تمام يا دكتور فاهم تمام ايوه يا دكتور معاك والله طب. طب. الحمد لله رب العالمين طب هقول لكم حاجه اهي تعالى نمسح دي بقى بما ان احنا قلنا الكلام ده طب تعالى بقى نجيب الاف اهو ما ايه ما الاف اهي الاف عباره عن ايه بقى دلوقتي انكريمنتال برضو بص في اف برضو Accumulative الفرق ما بين انكريمنتال Accumulative كلمه انكريمنتال دي يعني ديورنج تايم ستيب ديورنج التايم ستيب دي بس. ال 10 دقائق. انما توتال يعني من اول الزمن لغايه الزمن اللي انا فيه، يعني 23 دي معناها كميه الاكسس الكليه من التايم زيرو لغايه هنا اهو. دي 23 ماشي؟ وده معناه كميه المطر اللي نزلت من التايم زيرو لغايه تايم 70 ب 42. والاكسس 23 يبقى, يبقى ده الاكيميليتيف تمام يبقى تقدر تجيب الفرق بينهم تجيب الفلتريشن توتال مش انكريمنتال لو عايز تجيب لي فلترشن انكريمنتال تحلها بقى كده في كذا طريقه يعني في كذا اسلوب في كذا اسلوب انا عايز اجيب الفلترشن انكريمنتال تمام هروح عامل كده بقى اذا كان ده البي اي انكريمنتال اوكي وده البي انكريمنتال يبقى ده انكريمنتال وده انكريمنتال لو عايز اجيب الانفلتريشن ريت هطرح ده من ده هيساوي ده خد بالك ده مش الاكيوميتيف الاكيوميتيف لو عايز اجيب اكيوميتيف انفلتريشن لو عايز اجيب انكريمنتال انفلتريشن اجيب اجيب انكريمنتال الاثنين واحد الطريقه الاثنين صح يعني ممكن اكتب هنا تعال نجيب انكريمنتال الاول اهو هيساوي البي اللي نزل في اول 10 دقائق اللي هي المفروض اول واحده دي بس مش فارقه ما هي المعادله على كله ناقص البي بي اكسس التوتال ناقص الاكسس يديني الانفلتريشن انزل كده اهو ماشي ده الاف انكريمنت طب ما تيجي نرسمه اهو اختار ده اختار العمود ده واقول له انسرت. بس هستخدم الشارت دي ده الانفلتريشن انكريمنتال بس في حاجة غلط هو المفروض هنا اه هو صح هو صح هو صح الكيرف واخد كده الكيرف واخد الشكل الطبيعي اللي هو الجزء الثاني منه الجزء الاولاني ده هقول ايه سببه هقول ايه سببه الجزء الاولاني ده هو المفروض ان هو ما يبقاش عامل كده المفروض يكمل لفوق كده لكن ليه في الاول عامل كده وبعد كده ابتدى ياخد الشكل الطبيعي بتاعه هقول لك ليه دلوقتي طب ده الانفلتريشن انكرمنتال طب لو عايز اجيب الانفلتريشن توتال اف توتال هي عبارة عن عباره عن هتساوي ال p كلها أكيوميوليتف ناقص ال p إكسس أكيوميوليتف، أكيوميوليتف بلاش ن... بلاش نسميها توتال نسميها اف أكيوميوليتف عشان توتال دي هتلخبط، أكيوميوليتف يبقى دي هي عباره عن الأكيوميوليتف ناقص الأكيوميوليتف برضه، يعني هنا أكيوميوليتف توتال ناقص أكيوميوليتف إكسس، خلينا توتال تقصد بيها المطر الكلي، إكسس هو المطر اللي بعد الإنفلتريشن ما طرحناه. التوتال والاكسس انما الاكيوميتيف والانكريمنتال يعني اكيوميتيف والانكريمنتال دي حاجه ليها علاقه بان انت بتحسب من اول الزمن ولا بتحسب ديورنج تايم ستيب والتوتال والاكسس ده اللي احنا فاهمينها بقى العاديه طيب اللي هي التوتال مطر والاكسس والانفلتريشن طيب الاف اللي هي الانفلتريشن اكيوميتيف يبقى هطرح اكيوميتيف من اكيوميتيف هيساوي المطر الكلي اكيوميتيف ناقص المطر الفائض اكيوميتيف يديني الانفلتريشن اكيوميتيف اهو وثابت بقى هنا من اول هنا الانفلتريشن كله ثابت يعني 19 مللي من 50 مللي واتبقى لي 30 مللي اتبقى لي 30 مللي يعني الران اوف 30 الانفلتريشن 19 الاكيوميتيف كله اللي نزل المطر 50 كان ممكن تجيب ده نفس العمود ده بنفس الطريقه لو مسكت العمود ده وجمعت القيم ورا بعضها تعالى نعمل تشيك كده يعني هقول هنا هي... ده هيساوي اللي قبله زائد اللي بعده اهو اسحب لبحت لتحت المفروض يطلع لك نفس القيم اهي نفس القيم جبتها ازاي جب جمعت وانا ماشي هنا فانت ممكن تجيبه من هنا تجيبه من هنا انت انت فاهم الكونسبت دي طريقه ودي طريقه ممكن تجيب الاف انكريمنتال ده انك تطرح الانكريمنتال ناقص الانكريمنتال اللي هو العمود ده العمود ده اطرحه ناقص العمود ده هتجيب ده طيب لو عايز accumulative ممكن تجمع ده على طول يعني ممكن تجمع ده زائد ده يديك ده، وبعد كده ده زائد ده يديك ده، وبعد كده ده زائد ده يديك ده، أو اطرح ده ناقص ده يتبقى لك الانفلتريشن. أنا عملتها بالطريقتين وطلعوا زي بعض، أهي دي زي دي، بالظبط أهي. ماشي؟ ماشي يا شباب. ألو. دكتور. لا ممكن. مش تمام عيدها احنا ما عرفتش حاجه تاني النهارده. لا لا مش, حاجة حاجة تاني. مش تمام طيب خلاص يبقى انا عدتها تاني اشيل دي بقى طب انا عايز ارسم تاني ده ده وده والاكسس وتعالى نرسم لا الاكسس انا مش عايز الاكيوميليتيف انا عايز الانكريمنتال عايز ارسم كذا حاجه مع بعض ده الاكسس وعايز ارسم الاف انسَرت، تعال نرسمهم ايه لاين ولا نرسمهم تعال نرسمهم لاين سهل كده كيرفات كده حلو ده مطر مش هيدروجراف اوعى تكون فاكر ده هيدروجراف كل ده مطر بس انا رسمته كيرف مش بار مش بار تشارت ده ال... ده الانفلتريشن اف وده الانكرمنتال ده البي اكسس ده الاكسس وده البي توتال ده البي توتال المفروض مجموع الكيرفين ده وده يدوني ده منين يا دكتور جبتها يا جماعه ده الكونسبت اللي انا شغال بيه المطر اللي نزل كله بيطرح منه انفلتريشن يطرح يديني ده فلو جمعت ده وده وده يدوني التوتال هي هي ودنك منين يروح المعادله دي اهي الحمد لله اهي قدامنا اهي قدام عينينا اهي طيب هتقول لي طب يا دكتور انت ضحكت علينا انت قلت لنا الانفلتريشن كيرف ده انا مقتنع بيه قوي في الجزء من اول النقطه دي اللي عليها الماوس دي دلوقتي دي البوينت دي انا ماشي ممكن اتقبل منك كده ان هو بينزل هنا كده صحيح بيبتدي من قيمه عاليه وبينزل لغايه ما بيوصل لقيمه ثابته تقريبا او بيوصل لصفر ده الانفلتريشن لكن انت ما قلتليش ان هو بيطلع كده، انت قلتلي لي ان هو بيبتدي من قيمه هنا ويقعد ينزل 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 ينزل، حسب بقى ايه بينزل لقيمه واطيه قوي ده لو كلي بينزل لقيمه اعلى شويه لو ساند، يعني انت قلت لنا كيرف الانفلتريشن يا دكتور قلت شكله عامل كده. من اول الكيرف واحنا من اول السنه وانت عمال تقول لنا كيرف الانفلتريشن شكله عامل كده. ما قلتلناش انه بيطلع كده وبينزل كده. يعني هو مفروض ينزل على طول. ما قلتلناش ان هو يعمل كده. وينزل. ما قلتناش ان هو هيعمل كده وينزل انت قلت انه هيبتدي ويقعد ينزل ينزل ما قلتناش انه هيطلع هيبقى عامل كده وبعد كده يعمل كده الكيرف بتاعه العادي هو الكيرف بتاعه عادي اللي هو ده كيرف المايل ده اللي هو الجزء ده فاهمني اقصد ايه بالسؤال فاهمين السؤال اللي انا بسأله انا بنتقد نفسي الكيرف الجراي ده المفروض انه يبتدي من عند تايم زيرو يقعد ينزل 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 ينزل, ينزل. مش يطلع وبعدين ينزل لا. طيب ليه هو ليه قاعد يطلع وينزل هقول لك ليه هو بقى عشان قيمه ال ها قول كده عشان في الارقام اللي حضرتك فرضتها في المساله كان قيمه ال البي كانت نزلت وطلعت يعني لا مش هو ده دل... اللي هي صعيده حصل بس ده مش هو ملوش علاقه بص بقى يا سيدي الكيرف اللي مرسوم قدامك ده الكيرف اللي مرسوم قدامك ده علمكم بقى حاجه ايه؟ بتاعت ناس هيدرولوجيست ايه؟ كبار ان شاء الله هت... ايه زيكم كده هتبقوا كبار ده بيسموه بوتنشال بوتنشال انفلتريشن كيرف فيش حاجه اسمها انفلتريشن كيرف الكيرفات كلها اسمها بوتنشال انفلتريشن الكيرفات اللي هي المعادلات اللي زي دي مش زي الاس سي اس اي معادله كده بيسموها بوتنشال انفلتريشن معادله كونستانت كده معادله مش متغيره زي الاس سي اس الاس اس فيها شويه حاجات كده ادابتف هقول لك عليها انما اي كيرف كده مرسوم ده اسمه بوتنشال انفلتريشن مفيش حاجه اسمها انفلتريشن كيرف اسمها بوتنشال انفلتريشن طب انا هسالك سؤال احنا عندنا مثلا في في وادي مثلا وادي الطور في جنوب سينا، وده ده البوتنشال انفلتريشن كيرف بتاعه طيب والدنيا ما مطرتش اصلا ما فيش حاجه مفيش مطره نزلت اصلا الارض هناك ما تعرفش تمشي عليها من الحراره والسخونيه وما فيهاش اي جافة جافة وما فيش اي مطره تنزل يبقى هو تقدر تقول لي انفلتريشن كيرف بكام ما ميه نزلت مفيش ما فيش مطره اصلا ما فيش نقطه ميه نزلت من السماء يبقى الانفلتريشن كيرف عامل ازاي؟ سؤال ايش برضه؟ زيرو صح؟ امال ايه يا دكتور اللي انت راسمه يا سيدي ده بوتنشال يعني ايه بوتنشال يا دكتور؟ بوتنشال يعني لو عندك ميه بالهبل الكيرف هيبقى عامل كده يعني لو عندك ميه مغطيه غرقت غرقتها ميه واتفرجت غرقتها خالص يعني حطيت الريت اللي فوقيها يعني لو بنحط الريت حطيت الريت هنا مثلا اهو حطيت ده الريت اللي نازل رقم فوق كده عبي كبير اهو ده 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 الريت ده المطر يعني هنا مثلا ده لو قيمه هنا مثلا 7 انت حطيت فوقيها مثلا 8 او 10 او 15 او 20 ريت مطر نازل 20 مللي كل اور 20 مللي كل اور اكتر من اكتر اعلى منه لو اعلى منه هيحصل الكيرف ده هيحصل الكيرف ده لان خلاص بقى في ميه متوفره فهيحصل انفلتريشن ففي فرق ما بين البوتنشال انفلتريشن كيرف والاكتوال انفلتريشن كيرف الاكتوال انفلتريشن كيرف هو اللي حصل فعلا هو اللي حصل فعلا البوتنشال اللي هو اللي هيحصل لو عندي ميه متوفره عشان كده انا كنت باجي اقول ايه هنا بص كنت دايما وانا برسم ما حدش سالني يقول لي يا دكتور انت ليه بترسم قبله دوتد وبعده دوتد وفي الحته اللي جواها الميه بترسمه ستريت لاين انا برسمه هنا دوتد في الحته دي برسمه دوتد لانه ما حصلش انا انا راسمه هنا دوتد إن هو potential هو هيحصل لو فيه ميه لكن مفيش ميه الميه اللي موجوده محدوده اهي اهي ده الميه اللي موجوده لغايه هنا يبقى لو عايز ترسم الانفلتريشن كيرف مظبوط تعالوا نرسمه بقى ايه مظبوط هيبقى عامل كده ادي الانفلتريشن كيرف اهو ده الـ Actual انفلتريشن كيرف اللي حصل في السويل فعلا هو ده الـ Actual انفلتريشن كيرف اللي حصل في السويل فمال الاحمر ده وده ده بوتنشال لو المايه اللي موجوده متوفره واعلى منه هيحصل هيحصل لكن لو المايه المتوفره اقل منه مش هيحصل وهيحصل المتوفر طب لو المتوفر صفر يبقى هيبقى صفر يبقى هيبقى صفر دكتور معلش مم. يعني هو كده اكنه زي جريدينت لاين لا يعني او حاجه يعني متوقعه لو في ميه بس يعني ولا ده بيبقى زي لا نقدر نسميه بوتنشال دي بيسموها سهل. ايه؟ هقول انا فهمت سؤالك بوتنشال دي بيسموها قدره القدره القصوى للتربه على امتصاص الميه دي قدرتها طب انا راجل بشيل 100 كيلو انت حطيت لي 10 كيلو انا شلت 10 كيلو هتيجي تقول لي انت شلت 100 كيلو لا انا ما شلتش غير اديتهولي انا انا قدرتي 100 انا اقدر اشيل 100 كيلو انت حطيت لي 10 كيلو شلت ال 10 حطيت لي 200 لا ما اقدرش اشيل 200 بشيل 100 بس وال 200 دي والفرق ده هيبقى بقى خلاص ايه فوقيه اللي هو اللي فوقي ده اللي هو هنا ده يبقى ده بيسموه بوتنشال اللي هي قدره التربه على امتصاص الميه القدره القصوى بتاعتها طب انت اديتها ميه يا دكتور صح معنى كده انه ثابت صح؟ على على نوع التربة هيفضل ثابت. لا صح؟ بيتعلق بقى البوتنشال اه بوتنشال على نوع التربة ثابت. مش كده قصدك؟ أنا مش فاهم قصدك إيه؟ قصدك آه كمية آه المياه بتأثر معمل. فيه، قصدك إن كمية المياه ممكن تشفته شوية لتحت ولفوق هنا؟ <applause> لا أنا قصدي هيفضل ثابت بس تشفيطها بسيطة قوي بس ده بره إحنا مش بناخدها دي إحنا مش مقرر علينا يعني هو فعلا كمية المية اللي شربها قبل كده بتأثر فيه شوية الكمية اللي هنا دي لو كانت موجودة أصلا ولا ما كانتش موجودة هو ممكن يتشفت لتحت وفوق سنة صغيرة لكن دي مش علينا دي إحنا مش بناخدها يعني يعني ده اسمه يا جماعه ده potential infiltration انما ده actual infiltration طب انا هقول لك حاجه اهو تعالى كده خد المثال ده اهو Infiltration potential. ده الانفلتريشن بوتنشال وده المطر اللي حصل تعرف تقول لي الانفلتريشن كيرف هنا فين ال Actual الو هنمشي على المطر اللي حصل بس هو كده بيعدي البوتنشال خالص بالظبط كده ولا ليه علاقه باللي فوق وده المطر ده هنا المطر اللي حصل بس عشان المطر اقل من البوتنشال انفلتريشن الانفلتريشن الحقيقي هو ده اهو هو ده الاكشوال هو ده الاكشوال انفلتريشن اللي فعلا الارض شربته الارض ما شربتش الارقام اللي فوق دي خالص طيب الارض ما شربتش ده خالص ولا شربته الارض يعني يا عم ده انا انا مديها الميه دي بايدي انت تقول لي ان هي شربت اللي فوق ده ازاي اذا كنت انا اللي مديها الميه دي وهي شربته قدامي وما كانش فيها ولا نقطه ميه ثانيه يبقى تيجي تقول لي الانفلتريشن اللي حصل في السويل هو الكيرف ده لا الانفلتريشن اللي حصل في السويل الاكشوال هو الميه اللي انا مديها طب تعالى ناخد بقى المثال بطريقه ثانيه اهو اهو ده المطر ده الانفلتريشن كيرف. دي كله ضاطط كده. وده المطر اللي حصل. تعرف تقول لي الانفلتريشن كيرف الحقيقي الحقيقي ده البوتنشال خلاص. ماشي؟ ده البوتنشال انفلتريشن. طب فين الـ actual هنرسمه بالأزرق، يلا مع بعض. ها. ألو. هنمشي على الـ على الكيرف بتاع المطرة بس ربنا اللي ربنا اللي بيتقاطع إيه مع البوتنشال بس هو اللي هناخده، مش هناخد اللي فوق. صح، أهو. ده فعلاً الأرض شربته. هو احنا هنجيب لها ميه منين؟ ما هو ده الميه اللي خدتها، ما دي الميه اللي نزلت يا جماعه، هي عندها القدره دي صحيح. تقدر تمتص لغايه هنا، بس مش هو ده اللي انا اديته لها. مش ده اللي نزل عليها، ده اللي نزل عليها وشربته. هجيب لها يعني هتقولي ازاي الانفلتريشن بالقيمه دي؟ انا مش فاهم، يعني ايه نظريتك ان الانفلتريشن بالقيمه دي؟ ده ده الكاباسيتي بتاعتها. اه هي تقدر تشرب لغايه هنا، لكن مش هو ده اللي نزل لها، ده اللي نزل لها. طيب خلاص هتشربه، يبقى ده الاكتشوال انفلتريشن اللي فعلا دخل في السويل. اه من اول هنا بقى يبقى الاكشوال infiltration هيمشي على الكيرف ده لان المطر اللي نزل بقى اكبر من قدره السويل بوتنشال يعني قدره قدره بقى المطر اللي نازل اكبر من قدره السويل فالسويل خدت اللي تقدر عليه فقط خلاص ده الانفلتريشن اللي فعلا خدته طب وده يا دكتور راح فين؟ اللي فوق ده ما هم احنا بنقول ايه من الصبح ما ده الاكسس ده اللي بقى هيتحول لرن اوف ده البي اكسس اللي هيتحول لرن اوف والسويل اهي مكمله بتشرب لغايه هنا من اول هنا المطر هي ليها قدره تاخد اللي منقط ده لكن اللي نزل لها اقل منه فخدت اللي نزل لها خلاص خدت اللي نزل لها انت عندك قدره تصرف 1000 جنيه في اليوم انا مديك 100 جنيه هتصرف كام في الاخر يعني انت انت عندك قدره تصرف مليون جنيه في اليوم <applause> قدرتك مليون جنيه في اليوم انا مديك 10 ساغ اللي في جيبك 10 ساغ فخلاص اللي هتاخده هو اللي هتصرفه أو نفس الكلام هنا السويل قدرتها كل ده اللي فوق الأحمر ده لكن ده المياه اللي نزلت لها فبقى الحقيقي actual infiltration curve اللي فعلا دخل في السويل هو ده منحنى الانفلتريشن ال actual اللي فعلا دخل التربه بس تعالى بقى انا كل انا كل الحوار والمقدمه دي ليه عشان اقول لك يا عم الكيرفين ماشيين مع بعض هنا اهو الانفلتريشن اللي هو الجري هيجيب منين هو هو يقدر يشرب لغايه 12 صحيح لغايه 12 يعني الكيرف المفروض يبقى من 12 وينزل كده يعني لو خدت الكيرف ده كده وديناه كده كده اهو رسمناه هنا انزل يا سمس هاتوا بس نسحبه تحت هنا كده اهو آه عشان نرسم عليه بس هو اه هو يقدر يبقى كده انا معاك نرسمه جري برضه خليه جري عشان يبقى نفس اللون يا رب يا كريم اها هو يقدر يكون كده يكمل هنا اهو ده الانفلتريشن كيرف ده البوتنشال بس يا باشا اللي نزل له هو ده هو ده اللي نزل له هو ده اللي نزل المطر اللي نزل هو ده خلاص هو اخده بس هو ما, ما. اللي نزل له اخده من اول ما ابتدى يبقى في فرق بينهم ابتدى يظهر عندي بقى الاكسس يعني من اول ما ابتدى ابتدى يظهر فرق ما بين الاكسس والتوتال ابتدى يحصل انفلتريشن بقى اهو فعشان كده هنا الكيرف عامل كده مش عامل كده نفس الفكره اخد هنا السويل اخدت اللي نزل لها السويل اخدت اللي نزل لها طيب تعالى نرجع تاني كده نرسمها نوع تاني من التشارت نرسمها تشارت دي خليها اللي هي اه... تشارت اللي هي مثلا دي حلوه دي يلا اهو اللبني مكتوب عليه تحت اهو الانكريمنتال البرتقاني الاكسس بص ده كله انكريمنتال كله انكريمنتال انا اقصد ان اللبني ده هو اللي نسميه التوتال اللي نزل الاكيوميتيف توتال التوت مش اكيوميتيف انا اسف الاسامي كترت قوي المطر الكل اللي نزل في كل 10 دقائق هو الازرق البرتقاني هو الاكسس منه الرمادي هو الانفلتريشن مفروض الرمادي والبرتقاني مجموعهم هو اللبني مفروض الرمادي والبرتقاني مجموعهم هو اللبني الرمادي اللي هو الانفلتريشن مع البرتقاني يعني بص الحته دي من هنا دي هي نفسها الحته الجري دي الحته الصغيره دي الجري دي هي نفسها لو زودتها على البرتقاني تجيب لك الزرق. والحته اللي هنا دي تجيب لك دي فانت ممكن تاخد ده وتعتبره كده يعني اهو بص ناخد الكيرف ده تاني ونرسمه هناك تاني اهو اهو الجري ادي الجري ادي الانفلتريشن كيرف اهو المفروض بوتنشال ان هو يبقى كده. ده البوت ده بوتنشال بس اللي نزل هو ده فعشان كده بص هنا الاثنين قد بعض ومفيش برتقاني. لان السويل خدت اللي نزل الجراي شفط الازرق الانفلتريشن اخد الازرق هو هو اخده فمفيش برتقاني صفر وهنا الجري اخد الازرق شفطه كله فبقى الانفلتريشن كيرف الحقيقي هو نازل كده. ده الانفلتريشن كيرف الحقيقي. على قد اللي اديته له واخده بوتنشال لان الفلتريشن يبقى بالقيمه دي لو الميه متوفره يعني ده لو متوفره لكن هي مش متوفره ده اللي نزل فخلاص اخذ اللي نزل اللي نزل اتشفط من اول ما ابتدينا هنا بقى هنا بقى اللي نزل اكتر من قدره السويل بص الازرق اكتر من الجري اللي هو قدره السويل على انها تشفط لكن هنا كان الازرق قد اقل من قدره السويل هنا الازرق اكبر من قدره السويل انها تشفط فالفرق تحول الى اكسس اللي هو البرتقالي ده ده الاكسس بقى اظن كده واضحه صح تمام يا دكتور تمام طب عايزين نلعب لعبه بقى اهي انا ظابط المعادلات بتاعتي بطريقه ظريفه خلاص احنا دلوقتي متفقين ان البرتقاني هو الاكسس البرتقاني هو الاكسس طب انا هروح العب لعبه بقى هدخل في الخانه دي وهتفتكروا هعمل ايه هتقللها غير القيمه ما هو المعادلات مظبطه اوتوماتيك هتلعب مع بعضها المعادلات اوتوماتيك هتتظبط لوحدها ماشي هغير القيمه هنا بدل 92 هخليها 80 تفتكروا البرتقاني هيزيد ولا هيقل لا هيزيد عشان زاد البرتقاني هو الاكسس طب هقول لك حاجه تعالى نمسح تعالى نمسح هاي ده خالص انا انا عايز امسح الانترشن ده امسح ده اه اه ثاني، ثواني هنرجع تاني بس اهو انا عايز امسح ده خالص دلوقتي دلوقتي بنقارن حاجتين في بعض ايه هما ايه هما المطر والاكسس بالظبط المطر والاكسس المطر والاكسس الاكسس اللي هو المتبقي فوق سطح التربه بعد ما الانفنتريفر اتطرح طيب تعال نحط هنا 80 85 تعال ننزل ب 85 اهي تفتكر الازرق ده هيزيد ولا هيقل هيفضل زي ما هو مش ده الله نور عليك ده, ده المطر اللي نزل لا هيزيد ولا هيقل هو اللي نزل هو هو طيب اهو امال ايه اللي هيحصل بص بقى البرتقاني هيزيد ولا هيقل لما هنقلل الكيرف نمبر لما تقلل الكيرف نمبر هيقل هيقل الانفلتريشن هيزيد فعلا اهو بص 85 تعالى ننزل ب 80 اهو الله الاكسس عمال يقل 70 اه بس في مشكله المعادلات بتاعتي مش مظبوطه قوي ليه بقى مش مظبوطه هرجع 92 تاني بصوا بقى ليه لان من اول هنا لان انا لما بغير ده 80 بصوا الانيشال ابستراكشن بيحصل ايه الانيشال ابستراكشن ده هيتغير 4.4 اهو بص هيبقى 12.7 يعني معنى كده ان المطر لغايه 11 هنا المفروض ده زيرو برضو انا حطيته بقيمه فانا بقى عايز ايه اعمل معادله كده ايه بروجرامنج جوه الاكسل عشان ياخد الحته دي مظبوط لان هنا لما نشر الابستراكشن 12.7 وهنا المطر 11 يبقى المفروض الرقم ده صفر يبقى المفروض الرقم سوري انا اسف اللي هو الرقم ده الاكسس يبقى صفر فاهميني يبقى... اقصد ايه؟ يعني مثلا لا لا. السي ان ب 70 اهي الانيشال اللي اللي ابستراكشن اللهم صل على النبي ب 21 مللي يعني لغايه 21 مللي كله بصفر هنا المطر اللي نزل صفر يبقى اكسس بصفر واحد يبقى بصفر ثلاثه بصفر ماشي اربعه بصفر 11 المفروض يبقى صفر 21 يبقى صفر برده لان هي 21.7 لكن هو واخد قيم هنا فانا عايز بقى اظبط الموضوع ده عايز اظبط الموضوع ده في المعادله بتاعتي وانا بحسب الاكسس فين المعادله بتاعت الاكسس اهي طب هاخد بقى المعادله بتاعت الاكسس دي من اول هنا بس هعمل فيها اف ستيتمنت او خليها هنا كده دي الكيس الكونديشن اللي هو ده اللي هو ده طب ليه ما نجيبهم هنا احسن على طول اسهل اهو ده الكونديشن التحتاني انا عايز بقى احط كونديشن للفوقاني ده انا كنت بعمله مانوال لا انا عايزه اوتوماتيك مش عايزه مانيوال مش عايز اقعد اقارن انا بعناية واشوف الانيشال ابستراكشن بكام والمطر اللي نزل بكام ده اقل من ده احطها بصفر لو اكبر منها ابتدي احسب قيم من المعدل اللي تحت لا انا عايزه اوتوماتيك عايز اعمل الكونديشن ده لان P اقل من اي إيه طيب نعمل الكلام ده ازاي بقى في الاكسل هاجي هنا وهكتب اف ستيتمنت اتعلمها بقى اهي اف ستيتمنت ماشي هفتح قوس هو بيديني هيلب وانا بشتغل اه بيقول لي شوف الهيلب اهو بيقول لي اعمل اف وافتح قوس وحط له تيست لوجيكال تيست تيست معين اللي هو بي اقل من الاي اي حلو لو التيست ده اتحقق قول له هياخد الحقيقه من هياخد منين لو التيست ده ما اتحققش قول له هيتاخد منين يعني حط له الفاليو لو التيست ده ترو لو الكونديشن ده ترو ما بين يعني هتحط التيست وبعد كده كوما وبعد كده الفاليو لو الكونديشن ده اتحقق وبعد كده الفاليو لو كونديشن فولس حلو قوي طيب يبقى انا هعمل كده فانا طيب عايز اخد كوبي من ده من القوس اللي كتبناه مع بعض ده اهو هقطعه خالص اهو ماشي اف ايه اللوجيكال تيست بتاعي؟ اللوجيكال تيست بتاعي ان المطر ده اهو يكون اقل من او يساوي الاي اي طول ما المطر اقل من او يساوي الاي اي يبقى الاكسس بكام؟ ها؟ بزيرو. الله ينور عليك تمام يبقى الاكسس بزيرو بس انا هثبت السيل دي عشان تفضل معايا ابسوليوت بدل ما يقعد يقارن بالسيلز اللي تحتها ماشي طب الكونديشن ده لو اتحقق يحسب منين اه خلاص ما بزيرو طب الكونديشن ده لو ما اتحققش اخد القيم منين كوما ومن القوس اللي انا لسه واخده من شويه ده اللي هي المعادله الثانيه اهو واقفل القوس بتاع الاف ستيتمنت وانتر حلو قوي بقى اسحب دي لفوق واسحب دي لتحت وتعالوا نشتغل بقى غايه بقى زي ما انت عايز هاخد دي مثلا 95 بص هيحصل ايه هيسحب لفوق القيم هتبتدي تحسب من بدري شويه بص اهو ابتدى يحسب من بدري شويه اهو شايف حط دي 60 هيقعد بقى بقى فين وفين على ما يملى الانيشال الابستراكشن بص اهي صفار 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 وابتدى يحسب من اول هنا يعني بص الاكسس ده الاكسس ايه فين وفين مفيش خالص تقريبا مفيش اكسس فيش خالص كله راح في السويل حط ده ب 90 هيبتدي الاكسس يظهر من بدري لان الانيشال ابستراكشن هتبقى قليله هنا الانيشال ابستراكشن ب 33 لما كانت ب 60 انما لما الكيرف نمبر ب 90 الانيشال ابستراكشن هتلاقيه 5 مللي ولا حاجه اهو 5 مللي فعلى طول جابهم بدري 5 مللي على 4 مللي على طول من اول ال 11 مللي حسب الاكسس ابتدى يظهر عنده اكسس مفهوم يا شباب الكلام ولا مش مفهوم؟ اه مفهوم يا دكتور لا مفهوم يا دكتور خلاص انا كده شرحت لكم الفكره بقى بعد كده خد بقى العمود ده سيبك من كل الكلام ده عايزين العمود ده امسح بقى ده الكوتر الانفول ده امسحه بس هو ده هو ده هو ده اللي هاخده بقى وابتدي اشتغل يونت هيدروجراف واجيب اليونت هيدروجراف بتاع ال10 دقايق واخد الارقام دي واضربها في اليونت هيدروجراف الارقام دي مش مش الارقام دي انا نزل هنا عندي 46 مللي وحاجات ارقام كبيره سوري نزل عندي 10 مللي و15 مللي لا مش من ال15 مللي اللي نزلوا في 10 دقائق منهم فقط 10 مللي اكسس طب لو الكيرف نمبر ب70 يبقى من ال15 مللي اللي نزلوا في ال10 دقائق دول اونلي 1.6 من 10 مللي فقط اكسس و12 وشويه ولا 13 وشويه راحوا في السويل ال 10 دقائق دول بس يعني امسح خلاص الاكيوميتيف ده انا هاخد ده هاخد كده الارقام دي واروح بيها في شيت جديد اهو وعامل لها بيست سبيشال عشان ما ينقلش المعادلات بيست سبيشال فاليوز ماشي انا عايز اكيوميتيف ده واكيوميتيف ده ومش عايز انفلتريشن خالص انا كل اللي يهمني في حسابات الران اوف انا عايز العمود الايه ده وده بس ده التوتال الانكريمنتال اللي نزل وده الايه اكسس ارسمهم مع بعض اهم احنا راسمهم هناك هرسمهم تاني اهم امسح بس ده سيريال يبقى لك دول بس من الكل اللي انت شايفه اللي نزل برتقالي ده هم دول بس الاكسس هم دول بس اللي هاخدهم وحطيتهم لك حتى في المساله هم حطيتهم لك في الشيت اهم الاكسس جم منين دول لا ده كان في قصه بقى ايه توتال زي ما احنا عملنا كده توتال ودخلنا الكيرف نمبر وطرحنا التوتال ناقص مش عارف ايه المهم طلع لنا ده الميزه في طريقه الاس اس كيرف دي على فكره الاس اس ميثود بتطلع لك البي اكسس مباشره لو تاخد بالك بتطلعها لك مباشره والجميل فيها برضو ان هي بتشوف الانفلتريشن بتاعها هنا او جينا نحسب تعالى نرسم تاني اهو تعالى نرسم الانفلتريشن ريت اهو ده شكل الانفلتريشن الانفلتريشن مش كونستنت الانفلتريشن فعلا بيقل بص من اول النقطه دي اللي عليها الماوس وامشي يمين الانفلتريشن عمال يقل مع السويل بيقل فعلا كل ما بي... السويل بتتشبع قيمه الانفلتريشن بتقل طب ليه على الشمال بتطلع احنا اتفقنا لان على الشمال قدره السويل السويل ما جاتلهاش القدره بتاعتها جالها فقط كميه منها فخلاص الانفلتريشن اللي حصل هو اللي جه اتاخد عايز تعرف البوتنشال انفلتريشن قد ايه مد الكيرف ده على استقامته كده لفوق يبقى ده البوتنشال مد الجزء اللي على اليمين ده على استقامته كده يديك البوتنشال الى حد ما الى حد ما بس طبعا هو مش كده فهي الطريقه دي دايناميك فعلا الطريقه دي حلوه جدا بتاعه الكيرف نمبر دي لان هي الانفلتريشن فيها متغير مع الزمن بيقل كل ما المطره بت... ب... كل ما المطر يفضل شغال كل ما الانفلتريشن يقل معاك طول ما المطره شغاله الانفلتريشن عمال يقل فعلا ده منطقيه جدا وفي الجزء الشمال ده فعلا منطقيا هي بتاخد المطر اللي بينزل اللي بينزل طول ما هو المطر اللي نزل اقل من القيمه دي. لغايه ما احنا ما مليناش السويل اول ما الانيشال ابستراكشن مش نملاها الانيشال ابستراكشن ده يتملي يبقى السويل تبتدي بقى يحصل فيها الايه الجرافيتي افكت هو اللي يشتغل والسكشن هيد مليناه خلاص السكشن هيد بيتملا. هي طريقة جميلة وأجمل ما فيها إنها مش محتاجة غير ده بس كيرف نمبر بارامتر واحد والبارامتر في منتهى السهولة إن إحنا نحدده لإن إحنا هنحط له القيم بتاعته ونختم بقى على كده لو عايزين إن إحنا نفتح هيك اتش ام اس ونعلمكم شوية بس براحتكم عايزين ممكن نتكلم عليه مش عايزين أنا حاطط فيديو على الإنتر على ال إم اس مش مش داخل في الإمتحان طبعاً لكن هو فيديو بإزاي يعلمك إزاي تشتغل على هيك اتش ام اس ممكن أديك هنت سريع دلوقتي طب الكيرف نمبر روك زي البازلت مثلا اللي هي الصخور الناريه الصخور الناريه بازلت جرانيت الكيرف نمبر بتاعها من 80 ل 85 حسب هو مشرخ ولا مش مشرخ ال بعد كده نروح لللايمستون والساندستون اللايمستون بيبقى اقل شويه يعني الانفلتريشن فيه اقل شويه عشان الانفلتريشن اقل شويه بنقدر نقول ان هي مثلا من 75 ل 80 الساند ستون من 70 ل 75 الالوفيال الالوفيال اللي هي رسوبية اللي هي التربه الرسوبيه اللي هي رمله اللي هي الوديان عارف الوديان وانت ماشي فيها في قاع الوادي كده في الوادي في الجبل بيبقى رمله كله بيسموه الوفيال اللي هي تربه رسوبيه جايه مترسبه من ملايين السنين فكلها رمله وزلط وحاجات كده فبيبقى الفلتريشن فيها عالي قوي فبتلاقيها هنا من معاك من 65 ل 70 هنا بقى هنا بلس في عندنا بلس اور ماينس طبعا في بلس اور ماينس حسب هو الروك ده ساوند قوي ساوند قوي ولا كراكد فلو هو ساوند قوي ساوند يعني مصمت لو الروك ده مصمت ده ممكن يعلى عن 85 لو الروك فعلا روك عارف املس ترمي عليه المياه تتزحلق ما يتبلش ما بيتبلش حتى يبقى انت ممكن تنط فوق التسعين لو ما فيه بطش ومكسر وبتاع وبيشفط مياه ف بيبقى من 80 ل 85 وده الطبيعي لكن في فعلا في اماكن في فوق في العالي قوي في الجبل في العالي قوي تلاقي فعلا الصخر مصمت وناعم يعني ما فيش ما بيتبلش حتى المياه تنزل عليه ما تعرفش تنزل. لو شويه مياه وانت حطيت رجلك تتزحلق وفي بقى اللايمستون اللي هو الحجر الجيري وفي الحجر الرملي وفي اللوفيا اللي هي الرسوبيه دي 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 رينجز بتاعه الكيرف نمبر ودي متجربه واشتغلنا بيها في حياتنا كتير واشتغلنا بيها في حياتك كتير ومتجربه كويس يعني دي متجربه كويس طيب لو عايزين ناخد بسرعه ممكن سريعا كده سريعا بس على الله يكون عندي ما كنتش انا عملت له عن استولي اهو هيك اتش ام اس ناخد مثال صغير كده هيك أو مش عندي على الحلزوك هيك مش عندي طب انا مش هيئس بقى هنزله اهو مش هنزله من على النت انا هنزله عندي اكيد على الجهاز داونلود على الاي اكيد موجود عندي هنا انا عامل له داونلود 100 مره قبل كده هيدرولوجي مودلز هيدرولوجي اهي هيك اتش ام اس هيك راس هيك اتش ام اس 3 4 حلو ده دلوقتي في خمسه اهو ده فري على الانترنت اكتب كده هيك اتش ام اس هتلاقي دلوقتي في هيك اتش ام اس 5 ويمكن و6 كمان نيكست نيكست نيك لا كريت ديسك توب يلا خمس دقايق يكون خلصين ان شاء الله فينش طيب انا هفتح هيك اتش ام اس هيك اتش ام اس اهو اي اجري والله اي اجري يا سيدي والله اي اجري لازم يا دكتور تنزل تحت آه ماشي بشغل. خلاص بشغل. نزلت لغايه الاخر عايز يضمن ان انت قريت كل الكلام يعني طيب انا ما قريتوش برضو في الاخر ماشي اهو هعمل نيو ادي الخطوه الاولانيه الكلام ده في الفيديو اللي انا حاطه على النيم مثلا هيبقى اسمه تيست مثلا المكان بتاعه على الهارد ديسك هنفتح فولدر بره هنا على الهارد ديسك على الدي وتعالى نسميه مثلا او نحطه جوه واندا لا بلاش واندا في حاجات نحطه جوه نحطه جوه علي صاحبي ده ماشي الديسكريبشن ده مش عارف ايه بتاع المشروع بتاع مش آه عارف ايه اللي ديفولت يونت سيستم مترك كرييت عملت اهو طيب الخطوه الاولانيه هظبط الديفولتس بتاعتي هروح هنا في تولز وهقول بروجرام سيتنجز وهظبط الديفولت، دور عليها كلمة ديفولت، ديفولت، أهي ديفولت. هتشتغل متريك ولا بريتش متريك؟ سورتينغ هيدرولوجيك ولا الفابيتيك؟ والله بالترتيب الـ ولا بالترتيب الالفابيتيك براحتك، الفابيتيك ماشي هيدرولوجيك ماشي. طيب عندك كانوبي ما عنديش، كانوبي اللي هي ها؟ عندي هنا في حاجة اسمها نمبر اوف كورز، أنا عندي نسخة اللي هي خمسة تقريباً. ف... أنا مش هعرف أجيبها دلوقتي. خلينا آه. بقى دلوقتي على دي وانت هتفهم من دي وتظبط على دي ماشي هي إيه... مش موجوده هنا عموما يعني لا موجوده مستحيل نمبر اوف كورز هنا في, ال... في الديفولتس نمبر اوف ايه اوف كورز كورس دي عشان الظاهر النسخه الجديده بتخليها على بتشتغل على مالتي كور بروسيسنج اه مالتي كور بروسيسور مش آه. قصدك على كده دي حاجه لها علاقه بالكمبيوتر نفسه حاجه لها علاقه بالكمبيتيشنز تمام عايز تشغله مالتي كور ولا تشغله على كور من الكور هو ي... هو يتشوز اه ماشي؟ و... اه وفي السب برزبتيشن هنا مفيش اس سي اس ستورم دي لا هتلاقي في اسم تاني بديل اه بص طب هي انا انا فاهم انا عارف انت بتقول ايه بس انا مش ها... ما عنديش وقت اروح اجيبه تاني بقى من على النت وانزله بس انا اقول لك اللي انت بتقوله. الكنوبي ده موجود عندك اكيد الكنوبي ده اللي هو الميه آه. اللوسز اللي بتبقى على ورق الشجر اه يعني دي عاملها عادي اه لو نزل لي مثلا 15 مللي ممكن مثلا نص مللي منهم يتعلق على ورق الشجر الشجر يلقطه لو عندنا شجر يعني لو انت شغال بقى في حتت تروبيكال ولا في امريكا ولا في حتت فيها شجر وبتاع اه في لوسز قبل الانفلتريشن ما يحصل بتتاخد في الشجر الشجر بيجمع شويه ميه على ورقه الشجر كانوبي يعني على ورقه الشجره تلقط هي 2 ملي مثلا من من ال 20 مللي او مللي واحد او نص ملي او وات طيب سيرفيس ستورج ما عنديش سيرفيس ستورج منخفضات وحاجات كده سب بيزن لوس ايه الطريقه اللي هتشتغل بيها انيشال اند يونيفورم اللي هي الانفلتريشن ولا هتشتغل بهورتون ولا هتشتغل بفيليبس ولا هتشتغل بجرين اند امبت ولا هتشتغل باكسبوننشال ولا هتشتغل بمش عارف ايه ولا هتشتغل باس سي اس كيرف نمبر انا هشتغل باس سي اس كيرف نمبر انا عارفها وسهله والكيرف نمبر بتاعها انا عارف بعرف احطه بسهوله طيب سب بيزن ترانسفورم هتشتغل بقى يونت هيدروجراف انا عندي بقى السنسيتك احنا قلنا خلاص بقى كله سنسيتك يونت هيدروجراف دلوقتي انا عندي كلارك يونت هيدروجراف وعندي مش عارف موديفايد كلارك وعندي كيناماتيك ويف وعندي سنايدر يونت هيدروجراف وعندي اس سي اس يونت هيدروجراف اه هو ده انا عارفه بتاع المثلث ده المثلث الدكتور محمد مدولنا في المحاضره اللي انا بعوز اديله اللاج بس اديله بس اللاج وهو بيطلع اليونت هيدروجراف مثلث على طول ماشي في بيز فلو عندك اللي كانت بتتكلم عليه دكتوره ساميه لا ما عنديش بيس فلو هنا إن احنا في الصحراء والدنيا ناشفه ميه الجوفيه صباح الفل على بعد 20 متر تحت يبقى ما عنديش بيس فلو الدنيا ناشفه خالص الوادي ناشف صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء فما عنديش بيس فلو لو عندي بيس فلو هدخله وانت بتعمل ريتش راوتنج هتشتغل باللاج اللي انت خدتها في الاساينمنت اللي اتشفت الهيدروجراف اشفت لك الهيدروغراف بقيمه اللاج بس الكي يعني اللي هي ب 100 دقيقه في الاساينمنت كنت انا كاتبها 90 و100 المره اللي فاتت خلاص صلحتها لكم على ال LMS بالمناسبه وخليت الاثنين 100 حطيت فايل تاني يعني بي دي اف الاساينمنت خليت الاثنين 100 المره اللي فاتت كنت كنت كاتب واحده 90 وواحده 100 اهي اهي لو تفتكروا خدنا نبهتوني انتوا كانت يعني دي 100 مكتوبه 100 وهنا مكتوبه 90 فانا رحت صلحتها خلاص قلت لكم هي ال 100 هنا وال 100 خلاص الاثنين واحد زي بعضهم هنشتغل على 100 مينت خلاص فانت هتشتغل هنا بالطريقه دي اللي هي تحرك الهيدروجراف عايزها لاج ده في طرق ثانيه ممكن تعمل لك اتنيويشن وتعمل مش عارف ايه وفي موديفايد بالس وفي ماسكينج ميثود وفي ماسكينج كونج ميثود وفي مش عارف ايه وايه لا يا عم اللاج ده حلو اهو الدكتور محمد قال لنا ما ايه هتمشي معانا كويسه وفعلا هتمشي معاك كويسه مش فارقه كتير هتفرق في حاجات لو عندك تشانل الريجولار زياده عن اللزوم وفيها ستورج افكت عالي في التشانل يعني التشانل فيري الريجولار الميه بتخش يمين جامد من المين تشانل وتروح تملى ريسيفوار وترجع تاني وترد اه هنا بقى هيبقى عندنا ستورج افكت وناخد طريقه من الطرق التانية لكن الطبيعي في 99% في المية من من مخرات السيول ان انت هتشتغل باللاج بس طيب ريتش لوس جين ما عندناش في حاجه بتفقد منك في السكه في حاجه بتخش عليك في السكه لا نون اللي هتاخده هتدي انت الهيتوجراف من عندك ولا اعمل لك انا الهيتوجراف وتديني بس الدبس ده اللي انت كنت بتسال عليها في حاجه أوه. اسمها اس سي اس ستورم هتلاقي واحده أوه. عندك هي اس سي اس ستورم بس اسمها حاجه تانية انا عندي ستاندرد بروجكت ستورم وعندي هايبوسكال ستورم. هي هي هايبوسكال ستورم. تمام. ماشي. اللي هي اس اس ستورم، طب عندك ايفابو ترانسبيريشن يعني عندك مثلا ايفابو ترانسبيريشن بياخد من المطر في الجذور الارض يعني بيحصل انفلتريشن وفي جزء النبات بياخده وبيرجع يطلع جزء وفي بي, بي, بي النبات بيستلقط من المياه ويطلعها والقصه كده. لا ما عنديش ما عنديش ما عنديش نباتات اصلا ولا عندي حشائش ولا عندي اي حاجه. خلاص؟ طيب انا ظبطت الديفولتس، تعالى بقى ثلاث خطوات، الخطوه الاولانيه اصعب خطوه. الخطوه الاولانيه هنعمل مترو... هنعمل بيزن موديل، الخطوه الثانيه هنعمل ميترولوجيكال موديل، الخطوه الثالثه هنعمل كنترول. الخطوة الثانية والثالثة في نص دقيقة هنعملها، الخطوة الأولانية هتاخد مننا وقت شوية. البيزن موديل. طيب تعالى نعمل بيزن موديل، هسميه وادي مثلا العريش. مثلا أي وادي إيه؟ مثلا أهو. بلاش وادي إيه؟ وادي آه وادي غرندل مثلا، وادي وتير، وادي أي وادي. ديسكريبشن لو عايز تحط له ديسكريبشن ديسكريبشن بتاعه كذا 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 نيو لا مش نيو خلاص انا عملت ده اقفله بقى كده هتلاقيه نزل عندك هنا اهو تعالى نفتح الوادي ده اهو يفتح لك الرسم صغر دي فتح دي كده طيب انت عندك ايه عندك المساله دي في مثلا عندك الوادي بتاعك شكله عامل كده طيب ارسم له السكيماتيك ديجرام اللي هي النتورك يعني احنا قلنا رسمنا النتورك المره اللي فاتت طيب بعد ما رسمت النتورك فضي النتورك هنا فضي النتورك بص اللي هنا ده بيعمل بيزن تولز ده اللي جنبه بيعمل ريتش اللي جنبه بيعمل جانكشن اللي جنب اللي جنبه اللي قبله فيه ريسيفوار لو عايز تحط ريسيفوار لو عندك سد في الشبكه ماشي وفي دايفرجن لو في حاجه بتخرج بره وفي من هنا سورس لو في سورس بيخش عليك ماشي انت طبعا بتشتغل اللي هنعوزه بس هو الريتش والبيزن والجانكشن طيب انا عندي اتنين جانكشن اهم وعندي جانكشن ثانيه اللي هي الاوتلت تعال نسميها اوتلت يلا طيب وعندي ريتش واحد وعندي كام بيزن؟ عندي بيزن اسمه دبليو 1 اهو وعندي هكليك تاني هنا اهو هي معمول عليها كليك اوريدي اهو وبيزن تاني هنا اسمه دبليو 2 طيب دبليو 1 ودبليو 2 دول اهو بيتصلوا بجنكشن 1 يبقى هروح واقف على اللي في الاب ستريم اهي خد بالك من الحته دي اهم حته تقف عليه كده وترايت انا هرايت على على الماوس اهي هقرب المايك من الماوس اهو عملت رايت كليك اوكي وهقول له كونكت داون ستريم الثانيه اهي مال اهي كونكت داون ستريم وكليك كان عايز نكت على W1 على كونكت على مين دبليو 1 هتكونكت على مين ها أه؟ الجنكشن <applause> ايوه انت نسيتوا الظهر دبليو 1 دبليو 2 يكونكتون على جنكشن اسمها جنكشن 1 وبعد كده عندي ريتش يكون وجنكشن 2 وعند جانكشن 2 هيبقى عندي دبليو 3 نكت الكلام بتاع المحاضره اللي فاتت طيب عايز افضي الكلام ده هناك بقى ارسمه عشان كده المهم جدا تبقى عارف ترسم النتورك دايجرام ده طيب هكونكت رايت كليك رايت كليك تاني اهو واقول له كونكت داون ستريم هنا ثانيه ايديا بس مش اهي هو عمل كونكت خلاص هو ربط اتربطت بص اتربطت اسحبها كده اسحبها كده راحت فين يا نهار ابيض امسك اهي والثانيه كليك عليها ليفت عشان تعمل لها سيلكت وبعد كده كليك رايت right عشان تقول له كونكت داون حلو اهو طب تعال نرسم ريتش فين الريتش؟ اقف كده لغايه ما تطلع لك رساله اه ريتش اهي كليك عليها ارسم ريتش اهو اسميه ار1 ماشي وبعد كده هاجي هنا هقول للجانكشن دي انت اللي تكونكت على الريتش عشان تصب عليه كونكت داون ستريم على الريتش اهو حلو تربطها هذا بص الجانكشن مربطه مربطه كله طب تفتكر الكالكوليشنز الحسابات هتزيد ولا هتقل لو انا عملتها كده ولا هتفرق في حاجه ولا هتفرق في حاجه ده سكيماتيك ديجرام هو عايز يفهم يفهم الكونكتيفيتي فقط كده صح كده صح هدي هنا سوري اهي ده التكست انا شلته ده هنا هدى هنا رجع له التكست بتاعه يا عم اهو هنا هي هي في الاخر مد دي مد دي كده قصر دي كده في الاخر كده وكده هتكونكت على جانكشن 1 هي هي مش فارقه في اي حاجه طيب اهو الريتش ده بقى عايزينه يكونكت ارايت كليك عليه هو واقول له كونكت داون ستريم على الاوتلت قال كده اهو تمام انا اظبطها بس كده بشكل كده شيك اه في لسه كاتش متنسيناه يبقى هقف على ده مين فيهم بيعمل البيزن ده بيعمل ريتش اقف عليه لغايه ما يديني رساله صفراء ده اللي بيعمل بيزن اهو اروح احط هنا واقول دبليو 3 كرييت واسيلكت بده السهم الاسود ده ليفت اسلكت رايت اختار من منيو كونكت داون ستريم على ده خلاص خلصت يطلع بقى معاك 20 كاتشمنت 70 كاتشمنت ما انا بقول لك تاخد مجهود لو عندك كاتشمنتس كتير بس خلاص انا خلصت كده عايز ترسم بقى حاجه كومبليكيتد عن كده حسب بقى المشروع بتاعك في كام كاب كاتشمنت وفي كام ريتش وكم ارسم بقى, بقى انت عرفت الطريقه طيب انا خلصت رسمت البيزن موديل هروح بقى الثاني بعد ما خلصت البيزن موديل هروح في الكومبوننتس هم ثلاثه كومبوننس عشان ارن الكومبوننت الثانيه الميتورولوجيكال بيزن موديل مانجر طيب نيو ده هسميه ميتورولوجيكال موديل يعني ده هسميها رين فول معنى صح يعني موديل كلمة ميثولوجيكال يعني موديل يعني رينفول موديل. ريت. ماشي اقفل. ادي الرين فول موديل اهو. طيب انت عايزه ايه؟ انت انت محدد لي في الديفولتس ان هو اس اس ستورم، عايز تغيره عادي مفيش مشاكل، غيره، غير التايب بتاعه، غيره هو نوعه ايه؟ اهو رايت كليك عليه هنا واختار نوعه ايه؟ او ليفت كليك انا اسف اهو. كليك عليه هنا واختار هل هو اس اس ستورم ولا عايز تغيره انفيرس ديستنس غيره براحتك. هتغير ماشي مفيش مشاكل لان هو بيحط لك الديفولت دي الميزه عشان كده انا بحط الديفولت في الاول عشان هو على طول ما اقعدش اغير لكل واحد ماشي فخليها اس اس ستورم طيب الاس اس ستورم دي افتكر مني انا لو انت بتصمم اعمال حمام السيول اختار تايب 2 دي دي حاجه اسمها اس سي اس ستورم انا ما شرحتهاش المفروض اعتقد دكتور اشرف شرحها لك ده نوع ثالث من الاس سي اس احنا خدنا اس سي اس يونت هيدروجراف واس سي اس إنفيلتريشن. وفي نوع ثالث اللي هو نوع توزيعه المطر هتبقى عامله زي ازاي ليه بقى انا هقول له تايب 2 انت دايما اشتغل بتايب 2 اللي هو خطير تايب 2 ده طيب الدبس انت بس اديله الدبس اليومي وهو هيقسمه ما تخافش وهيقسمه لك تقسيمه في منتهى الخطوره هيخلي فيه في النص بيك شاور بيحصل في النص يعني اكتر من 70 80% من الرقم اللي هحطه بيحصل في فتره صغيره جدا عشان كده بيبقى خطر جدا من ناحيه الفلات بروتكشن طيب احنا عملنا مع دكتور اشرف فريكوانسي اناليسز وهو في المشروع مثلا قال لنا روحوا هاتوا البيانات بتاعه محطه مش عارف ايه اللي جنب الحته اللي شغالين فيها ورحنا هيئه العامه الارصاد وجبنا البيانات من هناك وعملنا فريكوانسي اناليسز ودكتور اشرف ادانا سوفت وير اسمه هايفرن واشتغلنا بيه وخلصنا بعد ما خلصنا بالسوفت وير دون عرفنا ان اكبر رقم ممكن ينزل لي في يوم في ال 100 سنه هو مثلا 60 مللي في المنطقه بتاعتي في مرسى مطروح 75 مللي في القاهره 35 مللي في نص وسط سينا 55 مللي واحنا خلاص حفظنا فاقول مثلا 60 مللي انت شغال مثلا قرب اسكندريه كده في البحيره في حته بتاع في الصعيد برضو بتوصل 60 مللي اكبر رقم ماشي خلاص خلصت بس خلاص ده الميترولوجيكال موديل بس انا عايز ايه آه ايه اسطبه ان هو يشتغل مع البيزن بتاعي يس yes. لو سبتها نو no خليها نو no. دلوقتي هقول لك هيديك ايرور خليها no نو نبقى نسطبها لما يقولي لي error. طيب ده خلاص اخر حاجه كنترول بقى يبقى الكومبوننت الثانيه خلصت الكومبوننت الثالثه كنترول وابقى انا كده ايه الحمد لله كنترول خليه بنفس الاسم كنترول واحد اقفل ادي كنترول خش جواه كنترول واحد وسطب ستارت ديت ديسكريبشن ستارت ديت بالفورمات بتاعته رقمين للدي ثلاثة مش أرقام لترز للمنص أربع أرقام للير فأنت مثلا هترن مثلا قول مثلا الدي زيرو واحد مانس مثلا سبتمبر اه يير 2010 مثلا ستارت تايم زيرو, زيرو 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 زي بالفورمات اللي هو قال عليها اتش اتش نقطتين ام ام يعني اور مينت طب الاند ديت خلينا نرن يوم كامل يض... تاني يوم سبتمبر 2010 الاند اور هنخليها لازم الفتره اللي بتعمل لها سيميليشن تكون اكتر من يوم لان انت مختار ديزاين ستورم لمده يوم. فانا هخليها هنا مثلا زيرو ايه بقى ايه؟ زيرو واحد ساعه زياده اهي في اليوم الثاني. التايم انترفال 10 minutes 20 minutes 5 minutes 6 minutes اي حاجه اختار براحتك قول 10 minutes 5 minutes اللي اللي هيحسب عليها الهيدروجراف. طيب في بقى نقطه نسينا نحطها نحطين نحط نحط بارامترز اهم حاجه الكاتشمنت دي فأنا هرجع للبيزن موديل تاني واروح مثلا دبليو 1 هنا بيقول لي الاريا بتاعته كام؟ ماشي اللي عليه استرك حمراء ده اساسي هنا كل الباقي ده حاجات انفورميشن دي الاريا اهم حاجه طيب اللص بيسالك على الكيرف نمبر الكيرف نمبر كام؟ خلاص بقى ما احنا خدنا في محاضرات الهيدرولوجي وعارفين بقى الكيرف نمبر ده معناه ايه وبتاع ايه ده بتاع اللص طب ترانسفورم بيسالك اللاج تايم كام؟ اه ما احنا خدناها بقى اللاج تايم بتاع المثلث اللي هو بوينت تي سي تفرق كتير جدا انك تبقى فاهم عن ان حد يجي يعلمك سوفت ويرز ده وانت مش فاهم تفرق السما من الارض انت راجل فاهم عن ان انت مش راجل مش فاهم فمش عارف انت بتحط ايه هنا انت عارف انت بتحط ايه طيب تعالى ايه ندخلهم هندخلهم واحده واحده بقى نقعد نختار واحده كده وندخل يعني هنختار واحده في طريقه اسهل بدل ما نقعد ندخلهم واحده واحده بدل ما نقعد ندخلهم واحده واحده في طريقه ظريفه قوي ان انا اروح في parameters اوكي okay. بس انت عامل سلّكت الواحده ما تسلكتش حاجه خالص وروح في بارامترز وابتدي سب بيزن اريا هم قدامي سهل قوي حلو قوي ورا بعض بقى تاتي ادي 90 ادي 60 ادي 40 مثلا ابلاي طيب بارامترز برضو loss شوف طافي كله ومشغل الديفولت اللي انت مختاره في الاول جميل قوي عشان ما تقعدش تغير هو مظبطها على الديفولت بتاعك اس سي اس طيب الكيرف نمبر كيرف نمبر هنا مثلا ده دي ابر كاتش من دبليو 1 ودبليو 2 دول ده جامدين دول ده فوق في الجبل ده دول 85 ايه بلس بلس 85 على طول واللي جنبها كانت مثلا 82 ولا حاجه واللي تحتها دي كانت 75 ماشي ابلاي كلوز طيب كده كده انا دخلت لكل الـ دخلت ناقص الترانسفورم بقى اللي هو اليونت هيدروجراف اس سي اس يونت هيدروجراف اللي هو المثلث عايز اللاج والله التي سي هنا كان ب 300 مينت فهيبقى 0.6 التي سي يعني ب 210 مينت هنا ب 170 مينت هنا ب 200 مينت اي حاجه انا بعمل ارمي اي ارقام ابلاي او كلوز طيب يبقى انا كده خلصت كل الايه لكل كاتشمنت انا محتاج الاريا الكيرف نمبر عشان اللوسز اليونت هيدروجراف انا محتاج له اللاج دخلت الكلام ده فاضل الريتش ده بس يبقى بارامتر راوتنج مش عايز تشينج المسد هي هي لاج المفروض انا عامل سيلكت على حاجه اه اوكي انا اسف اه بارامتر راوتنج اهي اللاج اهي هو وان ريتش لو كان عندي ريتش ثانيه كانت نزلولي لي في الجدول هنا كنت احط الارقام بتاعتهم انا بشتغل الكلام ده ازاي في شغلي بشتغل على الجي اي اس واطلع البيانات دي كلها واروح مطلعها في الاكسل في جدول الاكسل كده واخد كوبي من العمود كله كوبي وبيست وارميه هنا كوبي وبيست مش بكتب بايدي كوبي من العمود كده اللي فيه اللاج بتاع الراوتنج ريتش ورا بعضهم عشان كده برتبهم الفابيتك عشان اخد كوبي من هناك اختار العمود في الاكسل واجي ارزعه هنا كنترول سي كنترول في تك تك في ثواني ما اقعدش اكتب بايدي خالص دول مثلا قول ده مثلا هيمشي في تمام 103 اي حاجه بقى اهو ابلاي كلوز انا كده تمام كل حاجه دخلت رن طب ارن ازاي يبقى انت محتاج تعمل رن كومبيوت كرييت كوم كرييت رن اهو هتسميها ايه سميها رن واحد هو في اكتر من رن اه في اكتر من رن طب ليه لان, لأن انت بص كنسل تاني اه سوري simulation ران مانجر اهو اعمل نيو ران اسميها ران واحد نيكست انت عايز انهي بيزن موديل انا عايز ده ممكن يبقى عندي وادي هنا وادي تاني وادي يبقى عندي كذا بيزن موديل وكل بيزن موديل اختار له ديزاين التورم غير التاني وابدل ما بين الديزاين ستورم يعني ممكن يبقى عندي هنا يعني بص اهو ده وادي كذا ممكن اعمل هنا بيزن موديل واقول له هنا ايه نيو بيزن موديل تاني نيو واسميه بقى وادي العريش مثلا المشروع عندي خمسه سته وديان اهو نو انا عادي. اهو ماشي نيو تاني هنا اسميه وادي مثلا وادي بي كرييت تمام وهكذا يبقى عندي وديان مختلفه اهي كل وادي ده احنا عملناه بس احنا انا مسحت اللي فيه دي الخيبه انا مسحت اللي انا عملته هو قال لي انا انا عملت عليه انا اسف قلنا نرسمه تاني وما سيفتش طب هنرسمه تاني للاسف معلش بسرعه اهو دبليو 2 انا ما خدتش بالي من الرساله دبليو واحد دبليو 3 ريتش ار 1 junction J1 J2 او Outlet خليها J2 بقى وخلاص طيب تعالى بقى نConnect ده Connect داون ستريم على ده وده Connect داون ستريم على ده وده Connect داون ستريم على الريتش Connect داون ستريم على الجانكشن دي والدي الاخيره دي كونكت داون ستريم على دي تعال نحط البارامتر بسرعه. أي أرقام بقى كده 90 70 120 أبلاي أريا بالكيلومتر مربع. وبعد كده أحط كيرف نمبر. كيرف نمبر. هنا 85 وهنا قلنا 85 وقلنا 82 وقلنا هنا 74 أي حاجة. أبلاي. كلوز بارامتر. ترانسفورم. يونت هيدروجراف. قلنا هناخد ده مثلا 300 دقيقه انا ده 260 دقيقه انا ده 180 دقيقه اي حاجه كده ابلاي كلوز الريتش قلنا ده مثلا هياخد كي زمن سريان جواه مثلا ب 130 دقيقه ابلاي كلوز انا كده جاهز سيف بقى اوكي طيب انا هنا هعمل رن ما انا كنت بوريك ان انا ممكن يبقى عندي كذا بيزن موديل ده وده ويبقى عندي كذا ستورم واختار ده مع ده اعمل بيهم رن، واختار ده مع ده اعمل بيهم رن تاني، يعني ممكن اغير العب براحتي يبقى عندي كذا وادي، يعني المشروع بتاعي ممكن يبقى فيه 20 وادي كلهم في فايل واحد ام اس مش محتاج اعمل فايل لكل وادي. ده اللي كنت اقصده. سيميوليشن ران مانجر، طيب هنعمل نيو، هنا هنقول مثلا وادي مش عارف ايه ويز ستورم كذا. Next Next هيسالني بقى هيقول لي انت عايز انهي موديل؟ اقول له انا عايز بيزن موديل ده البيزن موديل ده طيب عايز انهي ستورم؟ عايز الرين فول موديل ده طيب عايز انهي كنترول سبيسيفيكيشن؟ عايز الكنترول ده فينش اوكي نورت اهي بص نور الرن نورت كانت مطفيه تعال نرن هتديني ايرور هتديني ايرور هنا الايرور هيقول لي انت ما سطبتش اللي انا قلت لكم عليه من شويه انت المفروض بتديني رساله تحت ثواني هسحب دي كده عشان تشوف الرساله اهي اهي رن تاني هتديك نفس الرساله بص رساله تحت بص كلوز تعال نقرا الرساله كل البيزن ده بيقول لي بيقول لي اولا start time is after end time for control specification اكيد انا غلطت يبقى دي اول غلطه الغلطه الثانيه طب تعال نشوف الاولاني اهو في control specification بيقول لي start time اكتر من end time إذا كنت أنا مش حاطط إند ديت أصلاً، أدي 0 2 أنتم مش معايا أنتم كنتوا نبهتوني يا شباب سبتمبر 2010 إند تايم 0 2 0 0 مثلاً، ران المفروض الرسالة دي تختفي، أه اختفت بس جت لي رسالة جديدة بقى بيقول لي ميتورولوجيكال موديل السيت أب إز نوت سيت أب تو ورك ويز بيز موديل ده اللي كنت بقول لكم عليه من شوية لو ما عملتوش هيجي لي الإيرور أهو روح بقى في الميثولوجيكال موديل وروح في البيزن وقوله له الوديان دي انا عايزك الكنترول ال... 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 الميثولوجيكال موديل ده يشتغل مع الوادي بتاعي اهو يس بدل نو خلي كله يس عشان لو عندك ما انا ما عنديش موديل تاني هو موديل واحد هو ده بيزن موديل واحد الثاني ده مش موجود مش موجود ده انا بس كنت بوريكم يعني ممكن اشيله اساسا اهو ديليت اوكي وديليت ده دي تبقى دي حاجات زياده انا مزودها تمام وكنت ورين فون موديل ثاني بيزن اهو كانت نو هخليها يس وادي اي اس اي اس دي دي اف اللي انا عامله ده خلاص تمام تعال بقى نرن رن اهو خلص خلاص كده خلص تعال بقى نشوف الاوتبوت هقف هنا على اي نقطه عايز تعرف الاوتبوت عندها في اي حته في النتورك ورايت كليك عندك ثلاث فيو ريزلت عندك ثلاث انواع من الاوتبوت تشوف هيدروجراف جراف تشوف سمري تيبل تشوف الهيدروجراف في تيبل عند كل تايم يعني لو شفناه جراف تعال نشوفه جراف اهو اهو ادي الهيدروجراف البيك ديشارج 170 متر كيوب بير سكند اهو فلو كيوبيك متر بير سكند طب ايه الدوت ده دول اللي داخلين على الجانكشن وده واللي هنا ده اللي خارج منها يعني الدوت ده هو الانبوت اللي داخل على الجانكشن واحده هتلاقيها دبليو 3 واحده هتلاقيها الراوتد هيدروجراف والكبير خالص ده هو اللي خارج من الجانكشن لان بص الجانكشن داخل عليها تو انبوت الريتش ودبليو 3 واللي خارج منها هو اللي انت شفته طب لو عايز تشوف الجانكشن دي اقف عليها ورايت كليك فيو ريزلتس جراف اهو ده اللي جاي من دبليو 1 وده اللي جاي من دبليو 2 وده التوتال بالكومباينيشن بتاعهم اهو عند يبقى هنا 130 مش 170 البيك ديشارج هنا 130 انما لما بيجي هنا ويخش عليه دبليو 3 فيو ريزلت بيبقى 170 يبقى انت بتقدر تعرف الهيدروجراف عند اي حته في الشبكه بتاعتك طب لو عايز تعرف الووتر شيد لوحدها مطلعه قد ايه اقف على اي ووتر شيد انت عايزها على سب بيزن خش على ده رايت right كليك عليه واتفرج برده على الجراف هتحط لك بقى المطر بص اهو الاحمر ده هو التوتال الازرق اللي هنا ده هو الاكسس الازرق الصغير ده هو الاكسس طبعا كل ما الكيرف نمبر تزوده كل ما الازرق يزيد نسبه الازرق تزيد تاكل اكتر والاحمر ده هو الانفلتريشن اللوسز فكل ما هتزود الكيرف نمبر يعني لو رحنا هنا غيرنا الكيرف نمبر هتلاقي الازرق ده بقى اكتر تعال نلعب اللعبه دي كده اهو نروح للكاتش من دي ونغير الكيرف نمبر بتاعها بلس ونخليه بدل 2 نخليه 95 ونعمل ران كلوز وتعالى نبص عليها تاني فيو ريزلت جراف ابص الازرق كتر قوي والانفلتريشن بقى قليل قوي والبيك ديشارج بدل ما كان 130 بقى 170 هنا من الكاتشمنت دي لوحدها ده الكاتشمنت دي ما كانتش 130 دي كانت حاجه كانت 65 ولا حاجه متر كيوب بير سكند طبعا هتلاقي بقى اللي طالع من السيستم بره بدل ال 170 هتلاقينا نطينا فوق ال 200 دلوقتي اهو 250 200 وحاجه و50 متر كيوب بير سكند نتيجه تغيير الكيرف نمبر من 82 ل 95 لكاتش دي اوكي عندك اوبشن تاني عايز تشوف الريزلت ممكن فيو ريزلت سمري تيبل او تايم سيريز ممكن اعمل تايم سيريز كده هيقول لي بقى عند دقيقه 0 5 عند 5 مينت الفلو بكذا عند 15 مينت الفلو بكذا انزل بقى كده لتحت هتلاقي عند نص اليوم كده لما المطر او ابتدى المطر بقى هنا يحصل اكسس ويجي لي اوت فلو متر كيوب بير سكند 2 متر كيوب بير سكند بتزيد اهي بتزيد عماله تزيد الفلوهات هي. طلعت 252 هنا اهي البيك هي اكبر حاجه بيك ديشارج وابتدت تنزل تاني الهيدروجراف ابتدى ينزل اهو فممكن عادي تاخد من هنا كده الجدول ده وتروح ترسمه في الاكسل ترسمه في اي حاجه خدوا سلك كنترول سي وكنترول في انا خلصت يا شباب اي اوامر اشوفكم على خير ان شاء الله آه دكتور هو بس حابب اشكرك على كل المجهود اللي حضرتك عملته ده عشان انا عارف ان احنا مش مطالبين بيه اساسا بس انا مش مطالب يعني... مش مطالب بيه بس دت 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 انا بي يعني واحنا احنا كنا اصلا حابين ان احنا نسمع ده يعني انا عارف ده والحاجه الثانيه هو بيفهمك اهميه اللي انت اتعلمته أه بالظبط عشان بيوريك اهميه اللي انت اتعلمته وبيفهمه اكتر وبيفهمه اكتر طيب بالنسبه للامتحان يا شباب انا ما بغيرش كتير على الامتحانات السابقه او خلينا نقولها بطريقه تانية الامتحان مش هيخرج من المحاضرات اللي حطيتها لكم على ال ام اس الاساينمنت الاساينمنت عمر ما هيجي لك في الامتحان حاجه زي كده عمر ما هيجي لك تعمل جداول بالاكسل وحاجات كبيره قوي ضخمه كده انما هيجي لك حاجات صغيره زي اللي حليتها لك في امثله المحاضره او زي المثال اللي هنا دون ده سهل قوي ده حتى هنا ما فيهوش زيرو وبتاع ده من اول هنا في اكسس من اول لحظه في اكسس ومره جبت لهم الجدول ده كامل وقلت لهم وقيمه واحده بس فاضيه فيه في النص قلت له حط لي القيمه دي بكام في سنه من السنين جبت لهم الجدول ده وسبت مليت القيم ووديتهم المعادلات عشان يجرب ويتاكد المعادلات ماشيه ازاي وسبت لهم الخانه دي فاضيه ال 16 دي مثلا اللي هي مثلا دي الخانه دي عملت لهم جدول ده كده كله كده مليان ما عدا الخانه اللي هنا دي مثلا كانت فاضيه ده هيك قلت لهم املال القيمه دي واملال القيمه دي فهو راح وابتدى يحسب وحسب وجاب البي اكس اس من المعادله بتاعه الاس سي اس انا كنت مديله المعادلات كمان في المساله عشان ما ما يحفظهاش وانا هعمل معاكم كده لو جبت المساله دي هديكم المعادلات فانت مش محتاج تحفظها نفس بنفس الطريقه كده المساله دي كانت من امتحان الامتحان من بس انا م... خلينا نبص عليها حتى الامتحانات اهي أه انا مش متذكر بالظبط كانت في اي سنه بس لان انا ما كنتش بدي لا مش هقدر افتكر بقى يمكن هي دي دي برضه دي احنا حليناها في المحاضره مش متذكر كانت فين بالظبط بس هي كانت في سنه من السنين انا اللي كنت مديت فيها الاس سي اس ولقيت فيها عملتها لهم كده عملتها لهم بس انا مش متذكر في انهي سنه المهم يعني فالامتحان مش هيخرج من الاساينمنت بس طبعا مش حاجه ضخمه زي دي وبالذات بقى امثله المحاضره امثله المحاضره هي اكتر حاجه شبه الامتحان والامتحانات القديمه بص فيها بص في الامتحانات القديمه انت عليك محاضرة تانية خد بالك لمدة تسع دقايق انا مش هتكلمش عليها النهاردة اللي هي عن وادي النيل هتلاقيها متسجلة وموجودة على ال ام اس اللي هي دول محاضرة مدتها تسع دقايق بالظبط ال ام اس اهو ليكتشر سبعة و وتسعة اللي هم بتوع دكتور جاد هتلاقي انا مدي لك محاضره ومحاضره ثانيه ومدي لك هنا في الواتساب ده ومدي لك ليكشر تسعة دي بتاعة النهارده هسجلها خلاص انا سجلتها واحنا وه... سجلناها وهرفعها لكم هنا خد اللي هنا ما تاخدش من على ال... من على التيمز لان اللي على التيمز دي هتلاقي السايز بتاعها 600 700 ميجا انا بعمل لها كومبريس وبرفعها ثاني هنا فبتلاقي المحاضرة الفيديو اللي هو الام بي 4 بدل ما هو 600 ميجا هتلاقيه 100 ولا 80 ميجا ولا بتاع بدل ما تنزل 600 ميجا نزله من هنا احسن. طيب هنا بقى انا مديلك اه في حاجات غير مقررة الحاجات المقررة عندك محاضرة عن الامتحانات القديمة وفي عندك محاضرة على النايل ووتر بالانس مدة 12 دقيقة المحاضرة دي مقررة عليك ممكن اجي لك منها سؤال صغير كده حاجة بسيطة يعني مش مش حاجة ضخمة يعني. خلاص؟ والمحاضرة بتاعة النهاردة إن شاء الله هرفعها لكم هنا، نزلوها من هنا. يبقى الامتحان مش هيخرج عن الماتيريالز اللي أنا حاططها دي. وطبعًا أمثلة في المحاضرة والأسايمنت، ما الاساينمنت في المحاضرة. يعني مفيش حاجة من برة مش، بقى. وبص على الامتحانات القديمة أنا ما بغيرش كتير، يعني مش من النوع اللي بخاف أغير كتير، عشان تتكعبلوا ولا حاجة. فبحب إيه أبقى يعني قريب من اللي انتوا عارفين شكل الامتحان عامل إزاي، فتخش تلاقوه زي ما أنتم في الامتحانات القديمة. وكانت ثلاث محاضرات لطافه واستمتعت بيهم يا شباب وان شاء الله نراكم على خير واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله هو في مقابله اصلا ثانيه ان شاء الله ولا لا انا بالنسبه لي خلصت بس انا عارف ان الدكتور اشرف شلته حسب موات الجدول تاني انا بتكلم في مواد ثانيه انا قصدي مواد ثانيه او حاجه الجايه. طيب انا ممكن اطفي التسجيل ون ونقعد مع بعض آه عشان ما نطولش السايز. اهو ستوب.